بحيث فعلا يستفيد الباحث ويفيد المجتمع ويقدم خبرته وخدمته البحثية في مجالات متعددة، من ضمنها النشر في المجلات العربية والأجنبية. باسمكم جميعا نرحب بسعادة الدكتور المستشار سعود بن موسى الصلاحي، والذي سوف يتقدم مشكورا بتقديم هذه الدورة. فنترككم الآن مع سعادة المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي من علينا بنعم كثيرة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والإيمان ونعمة الوطن الغالي ونعمة القيادة الحكيمة ونعمة العلم ونعمة البحث ونعمة الاستقرار في كل حياتنا، ونسأل الله عز وجل مزيدا من التوفيق والعطاء والنماء والسداد والتوفيق لنا ولكم ولكل مواطن مخلص لهذا الوطن المعطاء. وأتقدم بالشكر الجزيل للزملاء في المكتبة الرقمية وللزملاء في مكتب أبدع، ولكم أنتم أيضا أيها الأكاديميون من الباحثين والباحثات الذين نأمل إن شاء الله عز وجل من خلال بحوثهم أن نرتقي بأوطاننا، وما أجمل الوطن الغالي عندما يمثله أبناء وأبنات وبنات يسعون إلى تحقيق مصالح العليا والمساهمة في بناء محركات التنمية في كل جوانب مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة. وأنا أظن تحدثنا كثيرا أن الباحث هو شريك أساسي واستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاورها المتعددة، ولا ليس المجال الآن للحديث عنها. حتى نأكد مرة ثانية الصوت، إذا كان الصوت واضح نكتب واحد، غير واضح اثنين. طيب إذا كان هناك من خلل في الصوت لدى أحدنا، معناته مشكلة في الإنترنت لديه وليس لدى المكتبة الرقمية أو لدى الإنترنت من البث المباشر من عندنا. طبعا مثل ما تعلمون الدورة لليوم، خلوني أسوي لها دعاية شوية، الدورة مهمة جدا 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 جدا، وأتوقع إن شاء الله من غير ما أخذ توقعاتكم أننا سنحصد اليوم عدد من الفوائد المميزة التي نحتاجها، يحتاجها طالب الدراسات العليا، يحتاجها عضو هيئة التدريس، يحتاجها المهتم بالبحث خارج أسوار الجامعة، يحتاجها كل فرد بدأ مشوار البحث العلمي مهما كان النقطة ومهما كانت النقطة التي هو فيها. قبل أن نتحدث عن ما هو الجديد، نريد فقط أن نذكركم بأن مكتب أبدع والمكتبة الرقمية قطعت معكم رحلة علمية مميزة من خلال أمسيات عديدة بدأت في 8 جدارات، قطعت منها الجدارات الشخصية بعدد من الدورات، الجدارات اللغوية بعدد من الدورات، الجدارات المهنية بعدد من الدورات، الجدارات البحثية بعدد من الدورات، الجدارات المنهجية بعدد من الدورات، الجدارات التقنية بعدد من الدورات، قدمها زملائي أعضاء هيئة التدريس طلبة البحث العلمي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. منهم أخي الأستاذ عبد العزيز المعدي الذي يقف مشكورا مع هذه الجدارات، وأيضا الزملاء في مكتب أبدع الأخوان والأخوات الذين عملوا على الجدارات البحثية، وكذلك زملائي الذين أفتخر بهم في المكتبة الرقمية الذين يبذلون كل الجهد من أجل أن تقدم خدمات للمستفيدين من أمثالكم، أيضا لفريق التغطية الإعلامية في مكتب أبدع وفي المكتبة الرقمية الذين ينشرون الفوائد ويتواصلون مع الجميع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإيميلات، فللجميع الشكر والتقدير. آخر جدارة اليوم الجدارة الزرقاء، هذه تقريبا اللون الأزرق الغامق، ما أدري اللون
بالنسبة لي للدكتورات الأكاديمية أول مهارة فيها مهارة النشر في المجلات العربية والأجنبية. تعددت الدورات أو ستتعدد الدورات في هذه الجدارة، جدارة الأكاديمية. أول دورة فيها تتعلق بمهارات النشر في المجلات العربية والأجنبية، وإن شاء الله سنأخذكم خلال الساعتين، وأنا حريص أنها تكون ساعتين كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. أعرف أن ساعتين وأنتم تدركون تمام أنها لن تغطي يعني تفصيل التفاصيل، لكن أعدكم بإذن الله تعالى أنه كل ما يدور حول النشر العلمي سنحققه من خلال هذه الدورة. طبعا سؤال نستفتح بدوراتنا دائما، وأنا أريد من الجميع المشاركة والتفاعل. ترون ما بدلت كثير في الشرائح، أنا أعترف لم بالرغم أن في شرائح تقريبا حول 20 شريحة، لكن سيكون التفاعل أكثر مما هو مكتوب في الشرائح. سؤال نستفتح به الآن الدورة، وأرجو من الجميع الإجابة في الهاشتاج، أرجو من الجميع الإجابة في الهاشتاج. السؤال: ماذا تتوقع في هذا اللقاء؟ ماذا تتوقع في هذا اللقاء؟ تم طبعا قفلنا الشات الآن، أرجو الإجابة في هاشتاج الدورة اللي هو جدارات النشر SDL. ماذا تتوقع في هذا اللقاء؟ أنا أعتقد أن توقعاتكم إن شاء الله ستعطي لي مزيد من المؤشرات حول استمرارية الدورة، وكذلك المحاور التي لن نغطيها، وأعدكم إن شاء الله إذا لم أغطيها سأبلغكم أني لن أغطيها في هذه الدورة، وستعمل المكتبة الرقمية على دورة أخرى استكمالا للمحاور التي ذكرت من قبلكم ولم يتم تغطيتها. فخلونا نأخذ النشاط كما ذكرت الشريحة دقيقتين. أرجو من الجميع المشاركة في هاشتاج الدورة، هاشتاج واضح أمامكم، جدارات النشر SDL. ماذا تتوقع أو ماذا تتوقعين من هذه الدورة؟ أرجو الإجابة في هاشتاج الدورة، وأنا سأبدأ الآن أدخل الهاشتاج. ما شاء الله الحضور الآن تقريبا 360 أو 361 الآن. أرجو من الجميع المساهمة في نشاط الحلقة أو الدورة، وإذا كان التفاعل سريع إن شاء الله مما يجعلنا نستثمر الوقت، وأنا أريد أسمع من الجميع صراحة خبراتهم وكذلك الإجابة حول نشاطات الدورة. ما هو المتوقع من دورة اليوم؟ أكيد طبعا الدورة هذه هي صحيح في الأخير، لكن بالنسبة لي أهميتها مثل أهمية أول دورة، وأتوقع أن الكثير منكم تلامس هذه الدورة عنده الكثير. أنا أعرف أنه حتى من كان في سنة أولى يدرس سواء ماجستير أو دكتوراه، أو أيضا كذلك زملائي أعضاء التدريس، وأنتم أيضا زملائي طلبة الدراسة العليا بحوث الترقية أو غيرها من الأبحاث، نحتاج مثل هذه الدورات. أتوقع من نهاية هذا اللقاء معرفة شروط النشر في المجلات العربية والأجنبية إن شاء الله. طبعا ما أستطيع أن أقول معرفة شروط النشر، لكن التناول شروط النشر وأهمية الشروط للباحث أو الباحثة، التعرف على الأطر العامة في مجال النشر والفروق بينها وجدارات الخروج بورقة علمية صالحة للنشر. إن شاء الله سنتناول اليوم أربع أنواع من أنواع النشر أو من أنواع الإنتاج العلمي الباحثين. ما هي الأربع أنواع؟ لا تستعينوا عليه، إن شاء الله بنتناولها في هذه الدورة. الإلمام بآليات النشر في مجلات بنوعها العربية والأجنبية، وأنا أدرك تمام أن هناك اختلاف في بعض الأشياء بين المجلات العربية والإنجليزية أو الأجنبية. ما هي الاختلافات؟ أيضا سنتناولها في هذا اللقاء. أتوقع إمكانية النشر في دوريات عالمية، ما هو إمكانية النشر، لكن أتوقع إن شاء الله التعرف على أساليب وإجراءات واستراتيجيات النشر في المجلات العالمية. وأنا أدعوكم يعني باسم المكتبة الرقمية إلى التعرف على الناشرين لدينا في المكتبة الرقمية، وعندنا مبادرة إن شاء الله سنعلنها لكم إن شاء الله تتبناها المكتبة الرقمية في تسهيل النشر لكل باحث سواء عضو هيئة التدريس أو
طالب درس العلوم، هذا حقكم على المكتبة الرقمية، وإن شاء الله من خلال الاستبانة التي تم تعبئتها من الجميع. خلوني أتأسف، للأسف يعني الريت كان جيد لكن ما هو المستوى اللي كنا نطمح له من جميع طلاب وأعضاء هيئة التدريس. معرفة شروط النشر سنتناولها، معرفة قواعد النشر، معرفة أسس النشر العلمي ومتطلباته، الكشف عن السرقات إن شاء الله سنتناولها، المجلات الموثوقة للنشر وكيفية نشر البحث وما هي شروط النشر سنتناولها، خطوات نشر المجلات العلمية، المقاييس والمعايير للمجلات العلمية سنتناولها بإذن الله تبارك وتعالى، معرفة أهم الشروط للنشر، معرفة المجلات القوية طبعا، أهم معرفة أهمية الشروط سنتناولها، لكن معرفة المجلات القوية لن نتناول المجلات القوية لكن نتناول معايير المجلات القوية إن شاء الله، أيضا هذه سنتناولها بإذن الله تبارك وتعالى. أشكر للجميع المشاركة، صحيح أن تقريبا حول 26 مشاركة لكنها جيدة، وإن شاء الله الجميع يشترك، لا يريد التكرار، لكن الفرق بين المجلات اللي تنشر مجانا والتي تنشر بمقابل، وهذا سؤال جميل، أو هذا أخي عيسى جميلة جدا هذه. الآن هل طبعا لا أحد يجاوب، هل كل مجلة علمية تطلب مقابل مادي هل هي مجلة موثوقة أم غير موثوقة؟ هذه إن شاء الله سنتناولها وسنعرج عليها من خلال هذه الدورة. شكرا لك أخ عيسى لتذكيرنا. إذا هذه تقريبا الآن سأفتح الشات اللي موجود عندنا، وأنا قفلته لسبب، لأنه أريد أنا يعني التسهيل لي أنا شخصيا في الوصول إلى يعني مشاركاتكم، أستطيع أن ألم بها وأستطيع أن أصل إليها. طيب إذا هذه التوقعات إن شاء الله، شكرا لمساعدتكم واطمئناني عليها أنه نستطيع إن شاء الله تغذيتها من خلال هذه الدورة. ولو احتجنا، خلينا نقول لو احتجنا إلى دورات قادمة، المكتبة الرقمية السعودية تتشرف أن تكون مساهمة إن شاء الله في تجويد أبحاثنا وفي المساهمة في عطاءات الوطن الغالي، وما هي إلا مؤسسة من مؤسسات الوطن التي تحظى بدعم من القيادة الحكيمة ومن معالي الوزير ومعالي نائب الوزير وجميع الأخوة الذين يشرفون على المكتبة الرقمية. طيب قبل أن نبدأ في النشر خلوني أسأل سؤال الآن، أسأل سؤال معليش، والسؤال هذا ما يخالف، ممكن أخذ الإجابة يا في الدردشة أو في الهاشتاج. أنواع الأعمال العلمية، الأعمال في همزة معليش، اسمحوا لي على الخطأ هذا، أنواع الأعمال العلمية لأي باحث، كلمة باحث تشمل طالب، تشمل عضو هيئة التدريس، تشمل مهتم، ما هي أنواع الأعمال العلمية أو ما هي طبيعة الأعمال العلمية التي أرجو الكتابة باللغة العربية برغم تخصص إنجليزي، لكن أرجو الكتابة باللغة العربية إلا الذي ما يستطيع أن يكتب ما يخالف، بحث علمي، مقالة، ورقة علمية، ريفيو بيبر، ملصق، مشروع، ابتكار، مقالة، بحث، أحسنتم، بحوث، رسائل ومقالات، مقالة علمية، مقالات، بحث إجرائي، لا خلاص ندخل في التفاصيل، يبقى بحث، رسالة، ورقة علمية، مقالة علمية، هذه كلها أنواع، أطروحة، الأخوان كتبوا أطروحة، بيبر هي نفسها ورقة، أورال سبيتش هذه ليس نشر علمي، كلمة أورال هي برزنتيشن للتقديم، هو ليس نشر علمي، هي أحد أساليب أو أحد، ما أستطيع أن أسميها نشر علمي، لكن أحد الأساليب اللي يستطيع من خلالها أن أنشر بحث علمي، لكنها ليست نشر علمي. إذا خلاص نقف الكتابة معليش عشان أستطيع أن أتابع معكم، خلاص نقف. بدأت رسالة مجلة لبحث مختصر anyhow، هي شوف الشريحة الثانية إيش قلنا فيها. طبعا المهم الآن اللي قال ندوة، الندوة هي صحيح لكن خلنا نقول بعض الأشياء. طيب إيش أنواع الأعمال العلمية؟ هي موضحة أمامكم في الشريحة، وأعتذر عن كتابة الهمزة، هي أنواع الأعمال العلمية. إذا بحث، رسالة، دراسة، ورقة علمية، أطروحة، وأيضا أضيف عليها من الزملاء
الذين أضافوا كلمة مقال علمي. طبعا إيش الفرق؟ لا تستعجلون، أني سأتناولها واحدة واحدة من هذه، وهي مهمة معرفتها لنا. طبعا سأحاول أني أعطيكم المصطلح، وأعطيكم المصطلح باللغة الإنجليزية للزملاء المبتعثين، وأيضا تحية مسائية أرسلها لجميع زملائنا المبتعثين في كل بلدان العالم، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأقول هنيئا لكم، أنتم سفراء الوطن، والوطن ينتظر منكم الكثير، والمسؤولية عليكم كثيرة، لأنكم تجمعون بين لغتين وبين أسلوبين في البحث، وأنا أعرف أنكم قد المسؤولية إن شاء الله مثل زملائنا في الوطن الغالي، وإن شاء الله القادم منكم أجمل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب خلوكم معي الآن، ما ودي أحد يكتب، لا تكتبون شيء الآن، رجاء قفوا على الكتاب، لأن ودي أتابع معكم وفي نفس الوقت أيضا نغطي الشرائح. الآن كلمة بحث، كلمة رسالة، كلمة دراسة، ورقة علمية، أطروحة، مقالة. طبعا الدورة هدفها ليس تعريف كل شيء، الدورة هدفها ليس تعريف كل شيء، لكن خلوني أقول لكم الآن أنه سنستعرض بعضا منها، وهل تعدد المسميات من باب بين قوسين من باب يعني التكرار، أم هناك سبب لكل كلمة من هذه الكلمات. خلوني الآن أعطيكم الآن كل كلمة وش يساويها باللغة الإنجليزية: بحث اللي هو ريسيرش، رسالة ستادي، آسف، رسالة ديزرتيشن ممكن تكون، دراسة ستادي، ورقة علمية ريسيرش بيبر، أطروحة اللي هي فيسز. لا يا مستر، رسالة ما هي مسج، رسالة مسج اللي هو رسالة عادية. إذا هذه تقريبا 5 أنواع، وباقي أيضا كلمة مقالة. مقالة أيضا هي من أنواع الإنتاج العلمي، ممكن نقول أنواع الأعمال العلمية أو أنواع الإنتاج العلمي الذي لدى الباحثين. شكرا لأخي طلال، الأستاذ طلال مدير إدارة التدريب والوعي المعلوماتي، جزاه الله خير، جاب قهوة وجاب كيك، فنسأل الله لك التوفيق وأن يجزيك كل خير، وأقول الله لا يحرمك الأجر والثواب في هذه الدورة. إذا بحث، رسالة، دراسة، ورقة علمية، أطروحة. سنتناول الآن كل واحدة من هذه. الملصق العلمي أيضا، أحسنتي أخت فاطمة، الملصق العلمي هو من أحد أساليب التي ينتج فيها الباحثين. طيب خلوكم معي الآن عشان نتناولها واحدة واحدة، والكلام اللي يقوله هو كلام موجود في أدبيات أو في الأدب يعني المعرفي والإرث المعرفي، لكن ما أتبناه أنا. قد تجدون كلام يختلف، لكن هذا الاختلاف ليس اختلاف جوهري، هو فقط من باب الرأي. بحث ورسالة، بحث ورسالة، و اللي هي بحث ورسالة، هذه غالبا غالبا لا يوجد فرق بينها من وجهة نظري أنا، لكن هناك من يقول أن البحث هو للدكتوراه والرسالة للماجستير. والرسالة للماجستير، رسالة اللي هي ديزرتيشن أحيانا يقال لها ديزرتيشن فيما أعرف أنا. إذا البحث والرسالة، البحث والرسالة تأتي بمعنى اللي تأخذ فترة زمنية طويلة، يعني غالبا غالبا من سنة وأكثر. يماثلها آخر كلمة تحت اللي هي أطروحة، أطروحة اللي هي ثيسيس، وغالبا هذه الثيسيس ما يطلق على مرحلة الدكتوراه، لكن ممكن تحصل في بعض الجامعات تطلق كلمة أطروحة حتى على الماجستير، أطروحة الماجستير. المقصد، عيدوا معايا الآن، أن أطروحة وبحث ورسالة يعني دائما تأخذ فترة زمنية أطول، سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو بحث ترقية أو أي بحث آخر. طيب يا دكتور، انت الان قلت انها تاخذ فتره، طيب بحث قد ياخذ مني في مشاركه في منتدى او في ملتقى، وقد ياخذ مني 3 اشهر، هل اسميه بحث؟ انا اقول لا مشاحه الان في التصنيف، لكن اطلعكم عليه. قد تجد في بلدان الابتعاث هذه المسميات متداخله، قد تجد في السعودية، وأنا أتحدث الآن عن جامعات معينة أدركها وأعرفها، البحث للدكتوراه والرسالة للماجستير، لكني أقول هذا التقسيم بالنسبة لي لا يضر شيئا،
لا يضر شيئا، امش او امشي وفق ما هو مكتوب في لائحة الدراسات العليا في جامعتك او في جامعتك. اذا بحث، رسالة اطروحة، الدراسة والورقة العلمية، الثنتين هذه، الدراسة والورقة العلمية تختلف عن الثلاثة اللي ذكرتها انا. لماذا؟ لانها تأخذ وقت اطول، هذا واحد من الاختلافات، اسف اقصر. اثنين، ركزوا معايا، الدراسة فيها عمق وفيها دائما ارتباط بنتائج سواء كمية او نتائج نوعية الدراسة. اما الورقة العلمية فهي اشبه ب، ما بقول، لن اقول دراسة استطلاعية، هي اشبه ببحث، اسف، او انتاج علمي. ما فيه، هو قد يكون في عينة، الورقة العلمية قد يكون فيها عينة لكنها ليست بذات العمق في الدراسة. فدائما الأوراق العلمية تقدم في المؤتمرات، دائما تقدم في المؤتمرات أو في الندوات أو في حلقات النقاش، هذه ورق أوراق علمية. ليست أستاذ مهرة ما تكون شرط وصفية، ليش شرطة؟ ممكن أنا شاركت بورقة علمية في ملتقى الجوف، وأنا مثل ما ذكرت لكم أدعوكم دعوة، وأنا دعوة فيها حرص، شاركوا في كل مؤتمر أو كل ندوة أو كل مقال علمي، واحضروا سيمينارات، واحضروا حلقات نقاش، واحضروا من أحد الاستفادة أيضا، احضروا مناقشات الماجستير الدكتوراه، فيها من الفوائد الله عليم. لأن حتى برغم أني ما سجلتها هنا، هذه خذها مني على كيف الآن بقولها، حتى مناقشة الدكتوراه والماجستير هي إنتاج علمي، هي أيضا نوع من أنواع الأعمال العلمي. إذا احضروها لأنه ستستفيدون من النتائج اللي فيها. وأنا أعرف بعض الزملاء حريص كل الحرص على حضور كل مناقشة، ويسجل عنده النقاط ويرجع يطبقها، يقول والله هذا كلام له وأنا أنقل عنه، والله أنه وجد من الفوائد في حلقات النقاش، آسف، في المناقشات، ما لم يجده في من مشرفة أو من الجامعة التي ينتمي إليها. وهذا صحيح، لأنك أنت تحضر أكثر من عقل وأكثر من فكرة وأكثر من اهتمام بحثي، حتى لو لم تكن المناقشة في التخصص. نعم، حتى لو لم تكن المناقشة في التخصص. إذن هذا البحث والرسالة والأطروحة، هذه الدراسة والورقة العلمية. الدراسة دائما يغلب عليها جانب أن فيها بيانات وفيها تحليل البيانات، الورقة العلمية حتى لو فيها بيانات فيها تحليل، لأنه البحث لازم فيه تحليل، لكنها لا ترقى إلى أن تكون دراسة. وقد تكون الورقة العلمية انطلاقة لبحث مكتمل أو لدراسة مكتملة. يعني مثلا الورقة العلمية قدمتها في الجوف، أنا استشهد، ما أحب استشهد بنفسي، لكن بستشهد لأني ذكرت في الورقة العلمية، وأنا أقدم الورقة العلمية برزنتيشن، ذكرت أن هذه ورقة علمية وأنها لا ترقى إلى أن تكون بحث، لكنها إن شاء الله ستكون انطلاقة لبحث قادم. طيب، باقي شيء اللي ذكرته أنتم ما أضفته هنا، اللي هي الندوة والملتقى والسيمينار، هذه أيضا أنواع للإنتاج العلمي. في أيضا شيء مهم جدا اللي هو البوستر أو الملصق العلمي، وهذا يشمل كل الخمس أشياء أو كل الست أشياء أو كل السبع الأشياء. هذا اللي يقصد به البوستر. لماذا؟ لأن البوستر اللي هو الملصق العلمي ممكن يكون بحث، وأنا أضعه في ملصق علمي. كلمة الملصق العلمي هو، بقولها من عندي أنا، هي ورقة أو تصميم مختصر للبحث، أو قالب مثل ذكرت فاطمة، قالب يحتوي على أهم معايير البحث أو أهم أصناف البحث، آسف، فصول البحث، يمكن المقدمة، الأسئلة، المنهجيات، النتائج، التوصيات، وهكذا. وهي للأسف الملصق قد يكون بحث، قد يكون رسالة، قد يكون دراسة، قد يكون ورقة علمية، قد يكون أطروحة، قد يكون عرض لخطة بحث. أحسنت يا كريم. إذن هذه كلها يعني الإنتاج العلمي، يعني أفكاري أنا كباحث التي وصلت إليها من بيانات وغيرها، كيف أعرضها للآخرين. فأنا أعرضها إما من خلال بحث، أو من خلال رسالة، أو من خلال دراسة، أو من خلال ورقة علمية، أو من خلال طروحة، أو من خلال منتدى، أو من خلال مؤتمر، أو من خلال ملصق
علمي. طيب ما هي محتويات كل واحدة من هذه؟ أنا أقول هذه إن شاء الله بتكون دورة من الدورات اللي أنا سأقدمها، ما هي بعد الـ يعني بعد دورتين من الآن. أنا سأقدم اللي لو ترجعون لبرنامج دارات، في دورة من الدورات ستكون عن المشاركة في المناسبات العلمية. هذه ما نقصد بها الأشياء، إن شاء الله سنتحدث عنها في الدورة القادمة، لكن سأعرض على بعض منها إن شاء الله خلال الشرائح القادمة. طيب الآن بتقولون يا دكتور أنت الآن إلى الآن ما وصلت للتوقعات حقتنا، أنت الآن جالس تستعرض إيش أنواع النشر وإيش لكن ما ذكرت شيء. أنا أقول أنا أعترف إني الآن ما ذكرت شيء، خليكم معي واحدة واحدة وإن شاء الله بنهاية الشرائح سنصل إلى توقعاتكم. الآن السؤال، سأقفل الشات مرة أخرى وأرجو من الجميع الإجابة في هاشتاج الدورة. لماذا ننشر؟ وهل النشر لأعضاء التدريس فقط أو للطلاب اللي تخرجوا؟ متى أبدأ أفكر في النشر ولماذا؟ هذا السؤال مهم جدا، أرجو الإجابة في هاشتاج الدورة. مدة النشاط دقيقة ثاني، وسألتزم في الوقت عشان نراعي فيها الاستفادة من مما هو يعني معد في الشرائح وأيضا مما توقعاتكم. لماذا ننشر؟ الآن ذكرنا أنواع النشر، آسف، أنواع الإنتاج العلمي، لكن لماذا ننشر الآن؟ واحد يسأل طيب أنا دكتور هل شرط علي إني أنشر؟ طيب ليه؟ ممكن تقنعنا دكتور لماذا ننشر؟ ومتى ننشر؟ هذه ثلاث أسئلة ودي تجاوبون عليها في الهاشتاج، سواء في تغريدة واحدة أو في مجموعة تغريدات، وأرجو يعني منكم التفاعل مثل ما هو متعود منكم في دوراتنا، وأشكر الجميع الذين يتفاعلون مع الدورة، وهي زكاة علم أنا أقولها، مثل ما أني أنا أزكي الآن وأقدم هذه الدورة إن شاء الله أن من باب الإخلاص اللي أقول أمامكم، أنا أيضا أحثكم على المشاركة سواء في هاشتاج الدورة أو في نقل الفوائد في جلساتكم وفي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لقاءاتكم أنتم. وأنا أقول دائما الإنسان يدعو الله عز وجل في التسخير، أن الله يسخره لخدمة الآخرين بأي شيء كان. فإذا كان الإنسان لا يملك الساعتين، ممكن يملك معلومة يغرد بها أو ينشئها في مجموعة التواصل التي ينتمي إليها ويحقق منها من الفوائد. لماذا ننشر؟ هذا سؤال مهم جدا. أنا أتوقع إذا استطاع الإنسان أن ما بقول يقنع نفسه، لكن يصل إلى قناعات سواء اقتنع فيها أو ما اقتنع فيها، إن شاء الله أنه يعني سيساعده على شيء معين سأوصل لكم إن شاء الله خلال استعراضي للشريحة القادمة. إذن لماذا ننشر؟ الحضور الآن تقريبا 423 ومشاركات تقريبا حول 10 مشاركات. أتمنى أن ما أخالف، هذه الشريحة بالنسبة لي مهمة أنا أشوفها. لماذا ننشر؟ طيب لماذا ننشر؟ مما كتب طبعا عندي في الهاشتاج، أشكر الجميع لنشر المعرفة، هذه من أنا أقول من باب الإخلاص ومن باب الإحسان، وإن شاء الله من باب التعبد لله عز وجل أن يشارك الإنسان في علم نافع ينشره. وأنا ما أتوقع أي باحث بدأ مرحلة بحث إلا لديه علم نافع. حتى تذكرون ذكرنا الفجوات البحثية في بداية الدورة والإضافات،
أنا ما أتوقع باحث ينشر بحث مكرر إلا في معرفة مضافة، عشان كذا هذه واحدة من الفوائد. النشر لحماية الملكية الفكرية للباحث، هذه أيضا ممتاز، هذه من أميز ما لا نقول أميز ما ذكر، لكن هذه ترى ما ذكرتها في الشرائح أنا. النشر لحماية، يبقى أنا أنشر عشان أحمي فكر اللي أنا أنتجته، بدل ما يأتي بعدي شخص وينشر بعدي بسنة وأنا ما نشرت وينشر نفس الفكرة، ترون هو له الحقية. طيب يا دكتور أنا نشرت قبله وعندي تواريخ في إيميلاتي، لا يعترف بالنشر العلمي أو بتسجيل الفكرة ما لم تكن منشورة في أحد منصات النشر العلمي. طيب ما هي منصات النشر العلمي؟ إن شاء الله سنتناولها بعد قليل. النشر العلمي حفظ الإرث المعرفي، هذا يتشابه مع النقطة اللي قبلها، لإثراء المحتوى العلمي، يبقى المعرفة أنا بصراحة قدمت عليها للمفاضلة في قبول الدكتوراه. طيب الأخت هدى أنا أقول خليها على قول حج وبيع مسابح، أو إنسان يصلي يطلب مغفرة، ما دام إنك يعني تأخذين فيها قبول المفاضلة ما يعني إنك تنشرين فيها معرفة ويكون لها هدف. أنا أودك تماما إن هدفك أكبر منه بس إنك تقبلين في الدكتوراه، لكن هذا واحد من الأشياء، هذه من الفوائد الوظيفية أو الفوائد العلمية. النشر لا يقتصر على أعضاء التدريس، للوعي والتثقيف والترقيات، يبقى للوعي والتثقيف والترقيات، حتى لا تكرر أبحاث، هذه ذكرت سابقا، عرض فكرة معينة ونتائج تم التوصل عليها للمعرفة، الإنتاج العلمي، قبول الدكتوراه، متطلب لمناقشة الرسالة جيد، متطلب الوظيفة والإسهام، شرط قبول الدكتوراه، تقديم نتائج جيدة للناس، كثيرة ما شاء الله اللي كتبت جميلة، لكي يطلع الجميع المعرفة والنفع للجميع، ولكي تزيد من الوعي والإدراك وحتى يتمكن، هذه كلها فوائد جيدة للترقية. طيب هذه كلها فوائد مميزة. أنا بفتح مرة ثانية الدردشة الآن، شكرا لجميع من شارك، أتوقع أنها كافية وليست كافية في نفس الوقت. أنا في الشريحة القادمة يعني خلوني أقول أني حصرتها لكم في عدة مجالات، سميتها أهداف النشر. لماذا ننشر؟ طبعا من الأشياء اللي ذكرتها أنا أهداف النشر فوائد علمية، ركزوا معي لأني بأخذها واحدة، أرجو من الجميع عدم الكتابة في الدردشة عشان ما تشتتني شوي. يبقى أول فوائد للنشر فوائد علمية، كيف؟ مثل ما ذكروا الأخوان اللي قبل شوي، ذكروا أنه أنا أنشر عشان الماجستير أو عشان الدكتوراه أو عشان أحصل على قبول، تبقى هذه فوائد علمية، هذا واحد. اثنين، من الفوائد التي لم تذكر وهذه خذوها مني أنا بعلمكم نصيحتين استفدتهما من بلد الابتعاث، واحد بعطيكمها لأهل اللغة اللي تعلمون اللغة، واثنين للي يبحثون ماجستير الدكتوراه. النصيحة الأولى لأهل اللغة، قال لي الإنجليزي يعني اللي درسني في المعهد، قال عشان تتعلم اللغة بسرعة انزل السوق أو السنتر حق المدينة، لا تسوي ولا شيء، لا تشتري لا تخسر نفسك، بس أدخل كل يوم خذ لك محلين إلى 3 محلات وابدأ أسألهم أسئلة، إيش اللون هذا؟ هل عندك مقاسات ثانية؟ إيش نوع الماركة هذه والبراند هذا؟ كذا تفتح معه مجال للحديث معك وتتعلم منه بغير طريق. أصلاً طبعا بعضكم يقول هذه قد تكون قضية غير أخلاقية، هي فيها نوع من القضية، لكنها في نوع من فيها، أول شيء أنت جيت عنده ممكن تغير فكرك وتشتري عنده، ممكن أسئلتك تشتري عنده، وأنا أعرف بعضهم يروح ويشتري أصلا إلزاما يشتري، بعضهم مهووس إنه ما، فأنا أقول هذه فائدة من الفوائد. اثنين فائدة من فوائد النشر، تعرفون أن النشر، وأنا أتحدث عن المجلات العلمية المرموقة، ركزوا معايا، أحد الفوائد فيها، أنا بالنسبة لي، أنا أتحدث عنكم، كلما رجع لي البحث بالرفض كلما كنت أكثر استفادة. طيب يا دكتور أنا بنشر بحثي، برسل لجامعة آسف، بنشر لمجلة سين، ومجلة صاد، ومجلة عين، ومجلة دكتور، هل هذه الثلاثة الآن تنشر بحثي وبتأخذ بحثي؟ أنا أقول لا تسلمون أبحاثكم إلا لمجلات علمية وعن طريق إيميلات رسمية حفظا لحقوقكم.
سيتم تنقيح البحث وإرجاع لك أنت. إذا رجع لك البحث أنت مستفيد بالبحث عندك، تستطيع أن تنشره معهم، وتستطيع أيضا أن تستفيد منه إن شاء الله في سواء في الدكتوراه أو في الماجستير في بحثك أنت. إذا أنت مستفيد، هذه فوائد علمية، فوائد علمية، فأنت تحاكم بحثك عند ناس متخصصين. يبقى هذه أول فوائد. اثنين فوائد بحثية، اثنين من الفوائد على اليمين على اليسار فوائد بحثية. تم إبلاغي بالرفض دون إعطائي تغذية راجعة عنه. أنا أقول المجلات المرموقة، المجلات الأخت وفاق، مدري الأخ وفاق اللي رامز باسمه، وأتمنى منكم تكتبون أسماءكم صريحة للشهادات ولغيرها، نحن في مجتمع علمي أكاديمي إن شاء الله، أتمنى كتابة أسماءكم صحيحة. أيضا للفوائد البحثية، أنه كلما يعني أرسلت بحثك أو قدمت بحث، كلما عززت مكانتك في البحث، تعرفت على أساليب البحث، تعرفت على شروط المجلات اللي بناخذها بعد شوي، واستطعت أن تثبت نفسك في عدة مراحل وأن تكون نفسك في عدة مراحل. هذا واحد. اثنين فوائد بحثية، من الفوائد أيضا البحثية أن هناك أبحاث مدعومة تأخذ عليها مقابل مادي، وأنا عندي شريحة بعدين سنتحدث عنها إن شاء الله، سنتحدث عنها بإذن الله. هذه أيضا من الفوائد البحثية. فوائد وظيفية، هاي تحدثت عنها، اللي فوائد الترقيات، الترقيات أو فوائد الحصول على وظيفة أو الحصول على قبول، سواء أنا يعني أنا أقول الجامعات، بعض الجامعات تشترط وبعض الجامعات ما تشترط، لكن لو ذكرت لهم أنك ناشر أبحاث تفيدك. من الفوائد البحثية، معلش ارجعوا معي فوق، من الفوائد البحثية، من الفوائد البحثية أنه أعرف بعض الزملاء في الفصول الأبحاث حق الفصل الثاني والثالث لا يتم مناقشتهم من قبل المناقشين. لماذا؟ لأن الباحث في مقدمة البحث، آسف، في مقدمة في المقدمة اللي يسمونها الإهداء والشكر، يبدأ يتحدث أنه نشر بحثه في مجلة كذا ومجلة كذا ومجلة كذا، أو أثناء المناقشة ينشر، أو المجتمع الأكاديمي اللي في الجامعة يعرف أن هذا الباحث باحث ينشر، لذلك في المناقشة يخفف عنه الأسئلة، ما يسأل، خلاص هذا باحث ما شاء الله حظي بنشر وحظي بقبول، لذلك لا يسأل. وهذه من المكان التي يحصل عليها الباحث الذي ينشر أبحاث كثيرة. وأنا أعطيكم، معلش خلوني استشهد، وأنا ما أحب استشهد بنفسي، لكن بقولها لكم، أنا ذكرت للمناقشين أني نشرت 3 أبحاث في مجال بحثي، صدقون تقريبا حول 20 دقيقة وربع ساعة من المناقشة كانت حول الورقة اللي نشرتها، وليه نشرت، وش أفادني النشر، وبدأوا يعني يناقشوني في النشر أكثر من مناقشتهم لي، من مناقشتهم لي في 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 بحثي. هل أستطيع أحكم بحثي قبل مناقشة الرسالة؟ نعم تستطيعين تحكمين بحثك وتنشري منها أشياء قبل، بل تنشري منها أشياء بعد، لكن بعض الجامعات لا تعتمد بالأبحاث المنشورة التي من بحثك، لكن اللي يبغى ينشر الفائدة أنا أقول ما في مشكلة تنشر الفائدة في مجلات علمية أخرى. طيب الآن عرفنا الآن أنواع الإنتاج العلمي، عرفنا ليش ننتج، لماذا ننشر هذا الإنتاج، سواء كان مقالة أو ورقة أو بحث أو رسالة، لماذا ننشره، عرفنا الأسباب. بعض الأخوان ذكروا أنه أسباب مالية، صحيح، لكن حتى الأسباب المالية لا تخرج عن هذه الأشياء، سواء وظيفية أو علمية أو بحثية أو أكاديمية، في النهاية أنت إن شاء الله ستكسب منها مال. طيب هذا السؤال الآن أريد الإجابة في الدردشة عندي هنا، ما لن أقفل الدردشة، هل ننشر في مجلة تطلب مبلغ مالي للنشر؟ أرجو المشاركة. نعم لا، نعم لا، نعم إيه عادي، ليش لا، نعم لا، لا لا، طيب اتفقوا، نعم ولا لا، اتفقوا، وقفوا خلاص، نعم عادي، نعم لا. أشوف الأغلبية تضطر لذلك، واحد بعض الكتب تضطر لذلك، عادي، نعم. طيب أنا بورطكم الآن، بقول لكم نعم ولا في نفس الوقت، نعم ولا. طيب متى نعم
ومتى لا؟ هذه ابغى اجابه منكم الان، معلش اجابه مركزه، لا احد يكتب لي اي شيء. متى انشر؟ متى نعم ومتى لا؟ اذا كانت قويه نعم، الاخ محمد الغيلبي، الجميع يطلب، الجميع يطلب عربيا. لا لا اخت منال، عربيا او انجليزيا نعم ولا. وانا اعرف جامعات، اسف، مجلات عربيه اقوى من المجلات الانجليزيه، فدائما خلوكم يعني خلونا نثق في انفسنا كباحثين وفي مجلاتنا وفي جامعاتنا وفي جمعياتنا العلميه، لا مشكله. طيب هناك بعض الجامعات لا يناقشون بحث الماجستير، هذا صحيح؟ نعم بعض الجامعات ما تناقش، هذا سؤال خارج الدوره لكن بجاوبك يا محمد. طيب نعم ولا، طيب متى نعم ومتى لا؟ خذوها مني الان، بعطيك اجابه مختصره. نعم لا مانع من النشر في مجلات علميه تاخذ مقابل مادي، بل اغلب المجلات تاخذ مقابل مادي، لكن ليس كل ليس كل المجلات اللي تاخذ مقابل مادي محكمه، وليس كل المجلات اللي تاخذ مقابل مادي تعترف بها جامعاتنا. هناك خطوط راح نتكلم عنها، لن اتناولها الان لكن ساتكلم عنها، وهي المهمه في دورتنا اليوم، تهم كثير من اعضاء هيئه التدريس، وان شاء الله سناخذ تطبيق عمل يقول ان شاء الله ان الوقت يمدينا ونغطي هذه الاشياء. اذا المقابل المادي ليس معيار للحكم على المجله، ليس حكم على المجله. طيب يا دكتور في مجلات تاخذ قليل وفي مجلات تاخذ كثير، مجلات ممكن تاخذ 500 ريال، مجلات تاخذ 2000 ريال، انا لست الان مسوق للمجلات ولا احدد السعر فيها. انا اقول المجلات هناك معايير وشروط لا يدخل فيها معيار المال. ما هي الشروط يا دكتور؟ ما افضل المجلات؟ سنتحدث عنها ان شاء الله خلال الشرائح القادمه باذن الله تبارك وتعالى. اذا اجابه للسؤال هذا نعم، نستطيع ان ننشر في مجلات علميه تاخذ مقابل مادي، وفي منها مجلات عربيه وفي منها مجلات انجليزيه او بلغات اجنبيه. وايضا لا ننشر في مجلات اذا كانت غير علميه، وسناخذ الضوابط العلميه والمجلات غير علميه. طيب الان السؤال المهم جدا 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 جدا، كيف نختار مجله علميه؟ ومعليش اسمحوا لي راح اقفل الشات، اريد الاجابه في الدردشه، اسف، في الهاشتاج. وهذا السؤال مهم جدا، كيف نختار مجله علميه مناسبه؟ هناك عده ضوابط او عده شروط او عده معايير، من خلال خبراتكم او من خلال توقعاتكم ما هي يعني اجراءات اختيار مجله علميه مناسبه او مجله علميه مرموقه زي ما قلتم، او مجله علميه مميزه. ارجو من الجميع المشاركه في الهاشتاج، النشاط هذا هناخذ عليه 3 دقائق. لماذا ننشر؟ آسف، مو لماذا ننشر، كيف نختار مجلة علمية مرموقة؟ كيف نختار مجلة
طيب، لماذا أو كيف نختار مجلة علمية مناسبة؟ سأبدأ الآن أخذ بعض مشاركاتكم. من المشاركات اللي وصلت، أنشر في مجلة علمية؟ لا، يتم اختيار مجلات العلمية على درجات تأثير عالية. إذا هذا مصطلح الآن أتى إلينا، ماذا نقصد بمجلة ذات تأثير عالي؟ لا أحد يجاوب، لأن هذه واحد من المعايير وراح نوضحه إن شاء الله بالأمثلة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا نختار مجلة علمية حسب قوة محكمي هذه المجلة، حسب قوة محكمي. طيب أنا شو دريني كباحث عن المحكمين؟ هذا معيار مهم جدا، لا أحد جاوبني، لكن هذه من المعايير المهمة أيضا. يبقى واحد منها ذكرت بعض الأخوات حسب معامل التأثير، بشرحها ما يخالف، يمكن بعض المصطلحات ما هي واضحة لكم، لكن بشرحها إن شاء الله خلال الدورة. واحد، اثنين، حسب قوة المحكمين. كيف نعرفهم؟ إن شاء الله بناخذها. الإمباكت فاكتور، هذه واحدة من الأشياء، إذا كانت مصنفة في الآي إس آي، إيش المقصود بآي إس آي؟ وهذه كأعضاء هيئة التدريس وكطلبة دراسة عليا نسمع عنها كثير في جامعاتنا. ماذا نقصد به؟ كيف نحصل عليه؟ وين نجده؟ إمباكت فاكتور، عن طريق معرفة معامل التأثير، اعتراف القسم أو الكلية، هذه كلها مشاركات. معامل التأثير بناء على الموضوع، هل ننشر في شيء ما حد جابه الآن؟ بناء على مصداقية المجلة، في شيء ما حد جابه الآن. حسب نوع الدراسة، الناقدين، الشروط. طيب خلونا الآن برجع أعطيكم اللي مكتوب، وأيضا يعني أستعرض اللي أنتم أضفتوه، وكيف ممكن يكون بينه تكامل بين ما هو مكتوب بين ما ذكرته أنا في الشريحة القادمة. طيب، كيف نختار مجلة علمية؟ واحد من الاختيارات، أنا بفتح الآن الدردشة، واحد، معليش سامحوني نقفل وافتح، لكنه إن شاء الله لسبب، بناء على مجال الاهتمام، بناء أو بناء على التخصص، هذه ما حد ذكرها، هذه أهم شيء. مهما أنا أعرف بعض الزملاء، رجاء لا أحد يكتب شيء، لا أحد يكتب شيء إلا مهم، سؤال أو غير سؤال. أعرف بعض الزملاء أو بعض الزميلات نشروا في مجلات علمية مرموقة محكمة ذات تأثير عالي، لكن أبحاثهم لم تلقى اهتمام ولم تلقى اقتباس من أبحاث آخرين. لماذا؟ لأن النشر في المحل الخطأ. وأنا ذكرت لكم يعني في أحد التغريدات قبل فترة، ذكرت أن بعض الزملاء، معلش بين القوسين لكن أنا أستخدم هذا المثال لهدف، يدفن بحثه في مقبرة غير صالحة حتى الناس ما حد يجي يدعي له دعوة. السبب لأنه يعني اختار مجلة علمية غير مناسبة لبحثه. إذا أنا لابد أن أختار مجلات ذات الاهتمام. طيب كيف أحصل مجلات ذات اهتمام؟ إن شاء الله بنتناولها في الشرائح القادمة. ما هي مجلات التخصصات؟ سنتناولها في الشرائح القادمة. وما زلت أنصحكم أدخلوا على موقع، أنا أقول لكم ليس لأني الآن مشرف المكتبة الرقمية، لكن من باب ممارسة سابقة وحالية الآن وأنا على رأس العمل. المكتبة الرقمية هي كنز بحثي للباحثين، ترون فيها المجلات وفيها طبيعتها وفيها شروطها وفيها ضوابطها سواء العربية أو غير العربية، ارجعوا لها. المكتبة الرقمية أتمنى ما تناموا اليوم وإلا لكم حسابات فيها، وأيضا تعرفون استخدامها كيف. قدمنا فيها دورات وبنقدم إن شاء الله فيها دورات قادمة. إذا واحد، بناء على مجال الاهتمام. اثنين، بناء على مجال التحكيم. بناء على مجال التحكيم، وأنا ما راح أسألكم في هذه بناء على مجال التحكيم، لكن أنا بعطيكم الإجابة مباشرة، هل هي مجلة محكمة أم غير محكمة؟ هناك بعض المجلات تحصلونها ما شاء الله تدخلون عليها فيها ضوابط لكنها غير محكمة، يبقى أنت كأنك يعني تنشر بحث، كأنك تسوق بحثك في سوق عادي وليس في سوق يعني معترف به.
المجلات الغير محكمة مهما كانت متخصصة. مكتوب في كتاب إضاءات بحثية عندي 4 أنواع من المجلات، ركزوا معايا، مجلات متخصصة غير محكمة، مجلات محكمة غير متخصصة، مجلات متخصصة، مجلات غير متخصصة وغير محكمة. هذه 3 أنواع انتبهوا لها، ومهم جدا نعرف مجال الاهتمام وأيضا مجال التحكيم، مجال التحكيم. طيب في شيء ثاني الآن، في شيء آخر، ما مقصود بمجلة محكمة؟ مجلة محكمة ما المقصود بها؟ أحد يجاوب، ما مقصود بمجلة محكمة ومجلة غير محكمة؟ بير ريفيو، ما هذه واحدة، لكن لجان تحكيم، هاي 2 3. في أيضا سبب مهم جدا، محكمة يوجد فيها مختصون يقيمون، يعرض على محكمين عندهم في لجنة، في لجنة وفي منظمة أو جامعة معترف بها دولية، هذه مقصودها. كلمة محكم لا يعني أن فيها ناس يحكمونها مشرفين أو ناقدين، لا، لابد أن يكون في لجنة، 2 يكون لهم إيداع دولي، 3 يكون لهم رقابة، 4 يكون في منظمة سواء جامعة أو منظمة غير. إذن هذه معنى محكمة، كلمة محكمة لا يعني أن في ناس يحكمونها، كل المجلات فيها محكمين، لكن هل لها رقم إيداع دولي؟ هل معترف بها عالميا؟ هل هي مسجلة؟ هذه هل لها اسم؟ هل لها ردمك إذا كانت، وهكذا. هذه مهمة جدا في المجلات. الأول والثاني شرط أساسي، لابد لا تنشر إلا عندك الشرط الأول والشرط الثاني، أو المعيار الأول والمعيار الثاني. المعيار الثالث بناء على معامل الاستشهاد، هذا بالنسبة لي أيضا برجع معكم، نعم ولا. أنا كلما نشر الباحث في مجلة ذات معامل تأثير عالي كلما كان أفضل له. بعطيكم اللي سأل كيف نعرف الاستشهاد، بعطيكم الآن. طيب إيش نقصد بمعامل الاستشهاد؟ ركزوا معي، ركزوا معي، كلمة معامل الاستشهاد طبعا في تعريف داخل له، في تعريف داخل له، لكني ما يخالف ممكن كلمة معامل الاستشهاد. كم مرة تم الاستشهاد أو الاقتباسات لهذه المجلة؟ كم مرة رجع لها؟ طيب كيف أعرف يا دكتور؟ هناك عدة معايير، لا حد جاوبني عشان ما نشتت زملائكم، لا حد جاوب، رجاء لا حد جاوب، في الشرائح القادمة موجودة، لكن هذه 3 معايير. بعض الزملاء يقول دكتور ما يهمني المجلة، ما يهمني المجلة فيها citation أو فيها اقتباس، ما يهمني. أنا أقول ما في مشكلة، ترى أنت نشرت في مجلة محكمة صحيح، اجتزت المعيار الثاني، ونشرت في مجلة بناء على مجلة اهتمام، هذا المعيار الأول، لكن المعيار الثالث قد ما تحصل على بحث ترقية، وقد ما تحصل على بحثك أن يكون يشاهد من أكثر من ناس، لأنه citation عليها مجلة خاملة ما عليها قبول. إذن هذه كلها معايير، يبقى الأول والثاني شرط أساسي، الثالث نعم ولا، اللي هو بناء على معامل الاستشهاد، ممكن تكون لها أهمية ممكن لا. أنا وجهة نظري لها أهمية وضرورية جدا لأعضاء هيئة التدريس، وأيضا ضرورية جدا لطلبة دراسة العلم الذين يسعون إلى نشر أبحاثهم، إلى نشر أبحاثهم. طيب اللي ذكروا في أشياء تفصيل التفاصيل ما ذكرتها أنا هنا، لكن أتوقع واضحة. الآن برجاء سأسمح بمداخلة لمدة 2 إلى 3 دقائق فقط، أسئلة برجاء، إذا في سؤال سأل لا أحد يكرر السؤال عشان ما يعني الشات تبقى كثير عندي علي أنا. فإذا في أسئلة حول ما تقدم برجاء السؤال، وأرجو اختصار السؤال قدر المستطاع. أنا بطور النشر لكن بحثي تعرض لتغيير تنقيح تبع لسياسات المجلة، هل هذا يغير مصداقية بحثي؟ لا أحسنت، الشروط لا تغير من مصداقية البحث، الشروط دائما تكون في الشكل وفي الهيكل، لكنها لا يمكن تغير في بياناتك. ما معنى معامل الاستشهاد سنستشهد به؟ ما أسباب عدم معرفتنا بالنشر؟ أنا أشوفه ضعف من الجامعة، أو يكون البحث بين قوسين خطأ، ما يعني بيحتاج تعديل فيه كثير، وبعض المجلات ما تتعب نفسها. وأنا أنصحكم يعني البحث اللي ترسلونه خلوا يعني لأنه شاهد لكم، وشاهد أيضا على جامعتكم. بعض المجلات تطلب منك أن تذكر اسم المنظمة، أنا أشوف من الأفضل أن تكتب اسم منظمة
ما هي المجلات العربية سنتناولها؟ كيف أعرف مجال تخصصي سنتناوله إن شاء الله في الشرائح القادمة؟ معامل استشهاد سنذكر إن شاء الله في الشرائح القادمة. هل ممكن أنشر رسالة الماجستير قبل المناقشة؟ نعم تستطيع أو تستطيعين. هل ممكن نشر في المكتبة الرقمية السعودية؟ هذه إن شاء الله، طبعا بما أنكم سألتم، هذه أحد المبادرات القادمة إن شاء الله للمكتبة الرقمية تسعى إلى تنفيذها، وأقول أسأل الله عز وجل أن يعيننا إن شاء الله وأن نهيئ هذه الخدمة للباحثين والباحثات سواء طلبة الدراسة العليا أو أعضاء هيئة التدريس. نعمل إن شاء الله خلال هذه الأيام إلى أن تكون إن شاء الله من التوصيات المتبناة في المكتبة الرقمية. هل لو نشرت في مجلة غير هل لو نشرت في مجلة غير منشورة؟ ما أدري إيش المقصود بها. طيب أنا ساقف على الأسئلة عشان الوقت، بس الأسئلة تكون مهمة. لماذا تكون بعض المجلات في القائمة السوداء؟ واضح لأنها غير محكمة أو لأن عليها ملاحظات يعني علمية، يعني هذا معناته في القائمة السوداء. هل أستطيع أن أنشر في مجلات عن طريق المكتبة؟ هذه جاوبت لكم فيها إن شاء الله، والقادم إن شاء الآن لا يمكنك القادم، ما هي مجلات الآية السادسة أجاوب عليها. إذا خلاص نكتفي عشان الوقت، لن أجيب الأسئلة، لا أحد يكتب شيء عشان الوقت. طيب الآن سؤال، وأنا أريد منكم الآن تطبيق عملي. الآن الأخوان اللي سألوا عن المجلات، شوفوا المحرك الأول والمحرك الثاني والمحرك الثالث والمحرك الرابع، هذه أفضل المحركات للبحث عن مجلات، تعطيكم تصنيف لها بمعامل التأثير، بالتخصص، بنسبة الاقتباس، بما تشاءون أنتم. أنا أدعو الزملاء الآن إلى التوقف عن الكتابة واختيار واحد من هذه ومن ثم التطبيق عليها. أنا لن أطبق معكم، لكن أرجو من الجميع اللي بيطبق يكتب، يصور الشاشة ويحطها في الشات، في الدردشة، وأنا سأعلق عليها من خلال الدردشة وأستخدم في شيء. الأخ محمد، في شيء المجلة العربية سأعطيكم إن شاء الله. أخ عبد العزيز، نعم بالإنجليزي وبعضها تتيح بالعربي. أنا أقول جربوا بعدين حطوا العوائق والمعوقات. أنا بعطيكم محرك بحث بالعربي، لكنه للأسف لم تخدم الآن. أنا أعرف في محاولات من عدة جهات جالسة تعمل من أجل إيجاد محرك بحث عن المجلات المرموقة والمجلات ذات التأثير العالي، وفي محركات إن شاء الله، ما هي المحركات بالعربي بعطيكم إن شاء الله، في الشرائح موجودة، محركات بالعربي في الشرائح موجودة، هناك بعض الممارسات، وإن شاء الله المكتبة الرقمية تعمل مع جهات، أنا أعطيكم بعض الأشياء، لكن حتى تدعمونا يعني إن شاء الله سواء بالدعاء أو بالتحفيز لنا، هذه من الأشياء اللي المكتبة الرقمية تعمل لها. طيب إذا قفوا الآن على الكتابة في الدردشة، أرجو منكم الدخول الآن على أحد هذه، سووا يعني قف، حطوا في جوجل ابحثوا عنها وأدخلوا، وبرجاء يعني الكتابة والممارسة. أنا سأقفل المايك الآن لمدة 5 دقائق، سأتابع الهاشتاج لأخذ بعض الأمثلة وسأشرحها بإذن الله تعالى. هل يمكن نشر البحوث بالعربي في المجلات الأجنبية؟ سأجاوب عليها إن شاء الله عند التعرض لها. أنا أقول لا تسألون، لن أجاوب عشان ما تسألون ما أجاوبكم. طيب 5 دقائق لازم منها، النشاط هذا مهم عندي أنا، وأوعدكم لو ما كملنا في هذه الدورة نأخذ دورة ثانية ما يخالف. أبشروا. كيف ندخل الهاشتاج؟ الهاشتاج واضح أمامكم، اسمه جدارات النشر SDL، موجود في الشريحة أسفل على اليمين. أدخل في تويتر أو أدخلي في تويتر، لا تكون على تويتر، اللي عنده تويتر الله يعينه، اللي ما عنده تويتر إن شاء الله سأشرح، لست ملزم أو لست ملزمة، لكن أقول اللي عنده أتمنى يضع صور، إلى الآن ما أحد يضع صور.
صار نشاط ما في، يعني نشاط ما في خصوصية، يعني فقط يعني أبحث عن مجلة وضعها في الهاشتاج وسنجاوب. الأخ رمزي يسأل: دكتور الصلاحي باحث معروف، هل إضافة اسمه في ورقة بحثية يساعد على قبول الورقة العلمية؟ لن أجيبك الآن الأخ رمزي عشان ألتزم بالمعيار، اسأل آخر شيء. هذا السؤال آخر شيء، معلش لا حلك الأسئلة. تراني الآن ما حتصور، يبدو أن يعني السؤال واضح. أتوقع أن في ناس يعني ممكن يكتب بالإنجليزي وممكن يكتب بالعربي في محركات البحث هذه. السؤال أمامك أو أمامك عدة محركات بحث عن المجلات، أتمنى أخذ واحدة منها والبحث فيها ووضع صورة للبحث في الهاشتاج، وأنا سأجاوب إن شاء الله، يعني سأخذ بعض الأمثلة من عندكم، لأنه صعب إني أنتقل من الشرائح إلى التطبيق. طيب أنا أعرف أنه يطلب عنوان وملخص البحث المراد، حط عنوان وملخص البحث، أي بحث سواء بحثك أو أي بحث، ابحث في جوجل حط. أنا أعرف أن هذه واحدة من الشروط، عشان كذا ودنا نتعلم عليها. إذا لم ما حتصور أي شيء على الشاشة. الصورة يبدو أنها ما وصلت للهاشتاج. إيه طيب، ما في صور ما وضعت على الهاشتاج، أتمنى تضعوها في الهاشتاج، ما يخالف. الآن وجدت بعض الصور منشن للمكتبة الرقمية. طبعا هذا أخذت الأخت أو الأخ، أخذت الإلسفير جيرنال، والثاني الثاني أتمنى منكم. طبعا الصورة واضحة في أنا بشرحها الآن. هذا إلسفير هو أحد، ركزوا معي عشان أعطيكم فوائد من فوائد المكتبة الرقمية، هي أحد قواعد ومصادر البيانات الموجودة في المكتبة الرقمية، ومجانا لكم، تستطيعون الدخول إليه عن طريق المكتبة الرقمية بدون تسجيل بدون شيء، فقط من حساباتكم أنتم سواء الجامعية أو حساب المكتبة الرقمية، والاستفادة من معرفة المجلات التي موجودة في قواعد البيانات لديهم. وإلسفير من قواعد النشر التي تملك مجلات علمية أو متفقة مع مجلات علمية محكمة ذات معيار تأثير عالي، بعضها عالي جدا مقارنة بالمجلات الأخرى، مقارنة بالمجلات الأخرى. فالآن طلب من الأخت عنوان الورقة، وطلب منها ملخص الورقة. إذا وضعتم، طبعا ما وضعت، أنا تمنيت أن أحد وضع الصورة. طيب ما أحد وضع الصورة، أنا أريد تضعون الصورة بعد البحث، يعني بعد ما تبحثون ضعوا الصورة. لم ما وصلت لي أي صورة الآن. طيب هل يمكن الدخول على المكتب بعد التخرج؟ حاليا لا، لكن ان شاء الله تكون من احد الاشياء اللي نعمل عليها في المكتبة الرقمية،
أن تكون منصة لكل مواطن في المملكة العربية السعودية سواء كان منتسب للجامعة أو غيرها، وهذه إن شاء الله نعمل عليها كمبادرة من المبادرات القادمة. طيب ما وصلت الصورة، وأنا الكمبيوتر اللي عندي الآن لأنه يعني من الآن لابد أن أشتغل على الكمبيوتر غير العرض اللي أنا فيه الآن، والزملاء الآن شغالين فيه. طيب طيب ركزوا معي الآن، في أيضا في أخت أو أخ دخل على الرابط الأخير، هذا مهم جدا، وطبعا ما ذكر التخصص لكن ذكر بعض المجلات وطلعت المجلات ومرتبة فيها معامل التأثير، معامل التأثير بالمجلة الأقوى. أنا أتوقع أنه تخصص طبي، لأن المجلات اللي أمامي طبي، المجلات اللي أمامي مرتبة في الصورة اللي في الهاشتاج طبية. الأخت سارة دغريري حطت مثال موجود، أنا أعتبر هذا واضح. برضو الأخت عهود الملحم اختارت الجورنال جايد اللي هو الثالث، أنا أتكلم الآن معكم من الشريحة واللي موجودة. طبعا يعني عشان الوقت بس اللي كان أخذنا كل واحد طبق تحدثنا معه، لكن عشان الوقت لا يمدينا، لكن لو لاحظتم الآن مرتب لكم. طبعا الجورنال جايد ميزته أنه يرتب لكم المجلات ترتيب حسب معامل التأثير. الذي سأل يا دكتور كيف أحسب معامل التأثير، أقول لك هذا معامل يتم حسابه عن طريق هذه المواقع. طيب كيف تعرف جامعتي أن هذه المجلة أنا نشرت فيها وهي مجلة ذات معامل تأثير عالي؟ هناك مواقع بناخذها في الشرائح القادمة، يعني بتريحك تبحث فيها عن مجلات ذات التأثير العالي. أما المواقع هذه في الشريحة، طيب أبا المواقع اللي في الشريحة الحالية هي مواقع للبحث وليس مواقع للتأكد من هل أنا بحثي أسف المجلة مقبولة في الجامعة أو غير مقبولة. عشان تكون المجلة مقبولة وغير مقبولة إن شاء الله سنأخذها في الشرائح القادمة. طيب أخي محمد، نعم اللي ذكرته صحيح، وإن شاء الله أنه سنتناوله في الشرائح القادمة. طيب في أمثلة ثانية، طيب الآن مثالين تقريبا اللي وصلت لي أو ثلاثة أمثلة، وأرفقت صورة السي جي آر دخلت عموما، عشان ما إذا بحثت في أحد المحركات التالية سيعطيك أسماء المجلات وسيعطيك ترتيبها وسيعطيك الجهات اللي تنتمي إليها. تدخل على كل موقع جامعة، على كل موقع مجلة، وتستطيع داخل المجلة تتعرف على الشروط والضوابط. سنأخذ الخطوات بعدين، بس هذه من باب المعرفة. نبي محركات عربية، نقدر ننتظره في محركات تظهر لنا إن شاء الله، في محركات عربية لكنها قد لا تكون، هي محاولات قد لا تكون معترف بها، أقول أنا أريدكم بس أنكم تتأكدون أن هناك في محاولات تعمل. وأعرف بعض الجهات لن أذكر أسماءها الآن، هي في طور اعتماد معامل التأثير للمجلات العربية المرموقة، إذن هذه احفظوا عندكم، هذه محركات بحث عن المجلات وليست كلها. أنا أعرف هناك العديد من المحركات الموجودة، لكن هذه دائما وتقريبا يعني حتى أني الثاني والثالث والرابع بالنسبة لي أنا أطمئن إليها كثيرا، الثاني والثالث والرابع أطمئن إليها كثيرا للأبحاث التي باللغة الأجنبية.
التي باللغة الأجنبية. طيب الآن أيوه، هذا السؤال اللي جاء المهم الآن، كيف أقيم المجلة؟ الآن عرفت كيف أختار المجلات، ضوابط الاختيار، وعرفت المحركات اللي أبحث فيها. الآن كيف أقيم؟ الآن عرفت، دخلت عن طريق جو اسمه، عن طريق هذه المحركات اللي في الشريحة السابقة، سواء فايند جورنال ولا السفير جورنال ولا جورنال جايد ولا السي جي آر اللي هو في خلال هذا الرابط، وطلعت لي عدة مجلات. كيف أعرف أن هذه المجلات محكمة، آسف، أو علمية أو ذات تأثير عالي؟ ذكرت لكم بعض المواقع يرتبها لك، وبعض المواقع يعطيك الفرق بينها وبين الآخرين في المجلات الأخرى. كيف أقيم المجلات العلمية؟ كيف أقيم المجلات العلمية؟ طبعا ركزوا معي، اختصارا للوقت سأعطيكم شريحة مليئة، سأعطيكم شريحة مليئة بالأشياء أتمنى تركزوا معي فيها. واحد معامل التأثير، معامل التأثير باللغة الإنجليزية يسمى Impact Factor. اللي أعرف المجلات العلمية المحكمة العالمية يعدل كل سنتين، معامل التأثير يعدل كل سنتين، يعني المجلة اليوم تحصل معامل التأثير لها عالي، ممكن بعد سنتين معامل التأثير ينزل للمجلة هذه لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. طيب ماذا نقصد بمعامل التأثير للمجلة؟ هو عدد المرات التي تم الاقتباس للمقالات العلمية للعام تقسيم عدد المقالات العلمية للعام في المجلة. طيب دكتور، هل أنا مسؤول عن هذه المعادلة؟ أنا أقول لست مسؤول عن هذه المعادلة، المعادلة هذه جاهزة، جاهزة، لا تركزون فيها، هذه مثلها مثل الـ SPSS، لا تركزون فيها، بس أعرفوا أنه هناك شيء اسمه معامل التأثير، هناك شيء اسمه معامل تأثير أو معامل الاقتباس للمجلات أو الاستشهاد للمجلات، وهو موجود في بعض المحركات اللي ذكرناها، وأيضا موجود في بعض المعايير التي هي موجودة في هذه الشريحة. عندنا محرك بحث اسمه Web of Science، Web of Science، شوف الثالث الآن، Web of Science تومسون، Web of Science هذه من أحد محركات التي تعترف بها الجامعات السعودية للحكم على مجلات علمية مربوطة ومجلات اللي هو يستخدم الـ ISI. هذه مهمة جدا. طيب هذه المواقع لماذا صنفت؟ صنفت عشان نعرف المجلة القوية من المجلة غير القوية. هل ممكن معامل التأثير لنا من غير ما نعم يطلع من غير ما تحسب أو من غير ما تحسبين؟ معامل التأثير يطلع، لو لاحظنا في المواقع السابقة اللي ذكرناها الأربع في مكتوب Impact Factor IF، أو لو ترجمتم الصفحة يطلع لكم معامل التأثير، لو حطيتم الصفحة تقرأ بالعربي يطلع لكم معامل التأثير، هو محسوب لكم دائما. في غيرها مواقع تعطيكم بسهولة، مثلا مثل الجوجل سكولر، شوفوا موجود تحت هنا الجوجل سكولر اللي هو الباحث العلمي، الجوجل الباحث العلمي، إذا بحثت عن مجلة أو نعم لا ما هو إمفاكت، إمباكت IMPACT بعدين فاكتور صحيحة، جوجل سكولر لو بحثتم في جوجل سكولر يعطيكم تحت المقال أربع أشياء، من ضمنها السايتيشن الاقتباسات سواء للمجلة أو المقال، يعطيكم الاقتباسات. هذه من أحد الوسائل التي تعين وتتيح للباحث، لكنها ليست معيار عند بعض الجامعات، ما هي تقول والله جبتها من جوجل سكولر، لازم تجيبها من التومسون أوف ويب أوف ساينس، ولا تومسون اللي هو تومسون نفسه لمعرفة المجلات المحكمة. في قاعدة أيضا اسمها قاعدة سكوبس، والآن أتحدث معكم، هذه تومسون أوف ويب أوف ساينس المكتبة الرقمية مشتركة فيها، يعني ما يحتاج لكم أنكم تتعبون تبحثون عنها، أدخل في موقع المكتبة الرقمية ولا يحتاج تشترك فيها، موجودة قاعدة سكوبس، أيضا من القواعد الموجودة عندنا لمعرفة المجلات العلمية، DOAG
هذه أيضا من المجلات العلمية الرقمية، وهي موجودة لو تبحث عنها الآن تجدها تطلع لك تقريبا أغلب المجلات. طبعا أنا بعطيكم الآن اثنين أو موقعين تعتمد عليهم الجامعات السعودية، بس خلونا نتعرف عليها. في موقع ثاني اسمه OASPA، طبعا هذه اختصارات لا داعي نذكرها لكم الآن، اللي أوسبا، هذه أيضا من المواقع التي تتيح لك التعرف على معامل التأثير المجلات. في كوب، وهذا أنصح فيه الباحثين، لأنه لن أقول أول مرة يذكر، لكنه قد ذكر لكم، لكنه مهم أنكم تعرفوه، لأنه يركز على درجة التزام المجلات بأخلاقية البحث. كوب هذا مهم جدا، مهم جدا التعرف عليه. بعدين فيه إيجين فاكتور، هذه أيضا واحدة من المحركات. فيه سماغو، فيها الاي اس اي موجودة، هذه أيضا فيها الأرابيك امباكت فاكتور، هذه كتبتها بالعربي لكم، ممكن الآن تبحثون في جوجل، معليش أنا سأوقف الحديث، ممكن تبحثون عن هذا الرابط Arabic Impact Factor، وخلونا نشوف كم المصداقية فيه وكم ممكن يتيح لنا. Arabic Impact Factor، ابحثوا في جوجل الآن عشان تتعرفوا، اكتب بالإنجليزي، تكتب Arabic، أنا ممكن أكتب لكم الآن هنا Arabic Impact فاكتور. جيد، طبعا انا اسمي اليوم اسمي طلال الجلفان. طيب Arabic Impact Factor، ودي تبحثون فيها وتبحثون ايش يطلع لكم من مجلات وكيفية الترتيب. في تجربة وخلوني اقولها لكم، لو كتبتم الان، اللي هي محرك بحث عراقي، لو كتبتم مجلات العلمية العراقية بتطلع لكم مجلات علمية عراقية، وبعضها عربية وبعضها آسف من مختلف البلدان العربية، الكوفة، هذا أيضا من المحركات التي طلع معامل التأثير بالعربي. هذا الجورنال جايد، هذه واحدة من الأشياء اللي ظهرت لي الآن في الصور. طيب اذا انا الان لست يعني الدوره لن تشرح كل واحد منها، لكن اعدكم اذا كانت من المطالب لكم ان شاء الله انه خلال الدورات القادمه نستعرض اثنين منها او اهم، وناخذها بالتطبيق العملي لها. هذا وعد من المكتبه الرقميه ان شاء الله، انه سناخذ اثنين من القواعد، اللي وخصوصا انا ساختار من اثنين. لماذا؟ لان الجامعات تهتم فيها، لان الجامعات تهتم فيها، يعني مو على كيفي، لكن ان شاء الله خلال. في ايضا شيربا روميو، هذه واحدة من المواقع، الفيكشير والدريات، هذه بعض التخصصات، هذه نقول بعض المحركات التي تساعد. وأنا أقول لكم إحنا باحثين، بعض منا مبرمجين، بعض منا يملك تخصص الحاسب الآلي، بعض منا منتسب لمركز بحثي، أتمنى من مراكز الأبحاث أن تطلع بمسؤولياتها في توفير الخدمات التي تساعد الباحثين لاختيار مجلات علمية. لا نريد المراكز الأبحاث أن تقوم بأبحاث، عندنا طلبة الماجستير طلبة الدكتوراه، نريد مراكز الأبحاث، نريد من الجمعيات العلمية تبني مبادرات مثل المبادرات هذه، كيفية التعرف على المجلات العربية، محرك بحث بالعربي يساعد الباحثين ويكون موثوق، إدخال بيانات الدراسات العربية وتكون موثوقة. مثلا عندنا المنهل يقوم بخدمات علمية، عندنا الدار المنظومة يقومون، عندنا بعض الجامعات السعودية أنشأت لها مكتبات تقوم بجمع، لكن التصنيف إلى ما وصلنا. أتمنى من الجامعات ومن الأخوان المنتسبين لمراكز بحثية أن يتبنوا مثل هذه الأشياء، وأنا أتوقع أن الجامعة تدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي نحتاج لها. أنا أقول المكتبة الرقمية تمد يديها لكل باحث أو لكل مبرمج ممكن يخدم، أو لكل مبادرة، سواء مبادرة
من جامعه او مبادره من الاشخاص اللي موجودين الان هنا، ولتبنيها باسماء المبادرين او باسماء الجامعات ومراكز الابحاث فيما يخدم بالبحث العلمي ان شاء الله في ضوء مهام المكتبه الرقميه السعوديه. طيب الان عرفنا لماذا ننشر، كيف اختار مجله، ما هي محركات الابحاث اللي تساعدني، كيف احدد المجله، ما معنى معامل التاثير، ولماذا هو مهم عشان يقيم المجلات. بالرغم ان هناك، عشان تعرفون ان هناك بعض الغرب لا يعترف بترتيب الامباكت فاكتور. لماذا؟ لانه اللي يقومون عليه هدفهم بزنس، ترى ما احد الجامعات عشان تشترك، احنا عشان نشترك معهم ندفع لهم فلوس، ولذلك قد لا يكون في اعتراف. لكن احنا مع الترند العالمي، العالم كله مشترك في هذه الخصائص، ومطلوب من الجميع يعني ان يراعيها عند الاقتباس. وانا اعرف بعض الجامعات اذا لم تجيب لها مجلات ذات معامل، بل تشترط ان لا ينقص عن كذا المعامل التأثير، بعض الجامعات تشترط، وانا مع هذا الاشتراط، انا مع هذا الاشتراط. طيب الان بقى خطوات النشر، ما هي خطوات النشر؟ ما هي؟ نعم هناك قيمة دنيا، وهناك ما في قيمة قصوى، هناك في قيمة. طبعا لا استطيع ان احدد 75%، بعض التخصصات 75% ليس جيد، بعض الجامعات اعلى من كذا، اسف بعض المجلات اعلى من كذا وصل. فادخلوا للمجلة، المجلة تعطيكم الترتيب، وبعض المواقع اللي موجودة في الشرائح السابقة تعطيكم يعني كومباريزن، مقارنة بين المجلات، تعطيكم مقارنة بين المجلات. طيب الآن سؤال مهم جدا، الآن السؤال مهم، ما خطوات النشر؟ أنا خلاص عرفت المجلة، اخترتها، دخلت محرك الأبحاث، عرفت الضوابط حقتهم، عرفت معامل التأثير من ضمن المجلات اللي تعترف بها جامعتي. أنا أقول ترون عمادات البحث العلمي أو الجامعات لديها قائمة بالمجلات المعترف بها، تراجعون عمالة البحث العلمي، تتواصلوا معهم يعطوكم المجلات. وأنا أقترح، وما أقترح، أنا أدعو الجامعات أن تكون على مواقعها. وأنا أعرف جامعة القصيم فيما أعرف، لما دخلت بحثت عن الدورة وجدت أن عندها وأتوقع المثال في كل الجامعات، أتوقع أن عندها أمثلة للجامعات على موقعها الرسمي، أمثلة للمجلات العلمية المحكمة المشتركة. جامعة طائف سوت مجلة جديدة، أخ أحسنت سعد العزيز، أيوة. بعض الجامعات السعودية لديها مجلات محكمة، جامعة الملك سعود، جامعة طائف، جامعة نجران، جامعة عد والط، جامعة الإمام، جامعة عد، الجوف، كل الجامعات لديها، جامعة جازان، كلها لديها، انشروا في جامعاتكم. طيب واحد، أيوة، واحد من الضوابط اللي بناخذها بعد شوي، طيب دكتور، هل أنا أنشر في، أنا أقول واحدة من المعايير، وهذه الموقع اللي الموقع رقم اثنين اللي في المواقع يتيح لك التعرف على نسبة الرد، كم تأخذ المجلة هذه من وقت عشان ترد عليك. بعض المجلات تأخذ شهرين، طب أنا مستعجل، أنا أقول هذه المجلة قد تكون بطيئة على بعض الباحثين. المحركات البحث تعطيك الريت اللي هو معدل الاستجابة من المجلة عشان تحكم أبحاثك أو أبحاث الآخرين، تعطيك نسبة، تكتب لك 20 يوم، بعضها تكتب لك شهرين، بعضها تكتب لك 3 أشهر. مثلا انا بعطيكم مثال، ما عندي، جامعه السعود مثلا ترد لك خلال 2 أسبوع. لماذا؟ ليس لانها مجله غير مرموقه، لا، لانها مجله مثلا عندها محكمين كثر، وعندها ما عندها بيروقراطيه مثلا زايده. بعض المجلات عشان هدفها تسويقي عندها ابحاث كثيره جدا وتاخذ وقت في الرد. المقصود اختاروا ايضا هذه من ضمن المعايير اللي هو كم نسبة الرد، النسبة المئوية للرد. هذه المواقع اللي ذكرتها الأربعة والخمسة تعطيكم، لا انا اقول ادخلوا المواقع هذه تعطيكم ان شاء الله المواقع. طيب الان بوقف الشات، ارجو الاجابة في الدردشة، ما هي خطوات النشر العلمي؟ الان ابدأ انشر نشر علمي، ساوقف الدردشة سامحوني، وابغى الاجابة في هاشتاج الدورة او اسم الدورة اللي هو جدارات النشر
SDL. مدة النشاط 5 دقائق، إن شاء الله ما هي كثيرة عليكم ولا هي قليلة. ودي التركيز يعني يكتب بتغريدة واحدة الخطوات، وأنا أقول إن شاء الله تكون من باب العلم الذي يزكي الإنسان عن نفسه وعن البحث. طيب شكرا لمشاركات من شارك معنا في الهاشتاج.
سأبدأ يعني أذكر ما تم ذكره وبعدين أذكر لكم الشرائح ما ذكرت. من الخطوات التي ذكرت الدخول على موقع المجلة، التسجيل كمؤلف، المرور بخطوات النشر بكتابة العنوان وغيره، إرسال. وهذه واحدة من الأشياء، يبدو أن الأخت تعودت على إرسال مقال، لأنه بعض المجلات تطلب منك أن تدخل تسجل عندها كمؤلف. كلمة مؤلف لا أنك مؤلف كتاب، لا، يعني أنك من ضمن بعض الجامعات تفتخر أنك تكون ضمن منسوبيها. بل بعض بعض المجلات يعني الآن أنا نشرت بحث 2015، إلى الآن تجيني على الإيميل من مجلات ثانية أخرى في بلدان غير اللي شرت فيها، يقولون اطلعنا على بحثك في تاريخ كذا كذا، نبغاك تنشر معنا. ليه؟ لأنهم إما شافوا بحثك جيد، أو أنهم يسعون لاستقطاب، بعضهم يسعون لاستقطاب أسماء عشوائية من أجل أن تشارك معهم. تبقى هذه واحدة من الخطوات. أظن الخطوات البحث عن المجلة واختيارها، مراسلة المجلة، معرفة الضوابط، اختيار المجلة، موائمة البحث لشروط المجلة، طلب النشر بطريقة رسمية، تعديل الملاحظات إن وجدت، تنسيق البحث تبعا لتعليمات المجلة. شوف هذه خطوات مهمة جدا. يعني بحث بنشره في مجلة سين قد احتاج ان اغير فيه اشياء عشان يوافق مجلة صاد، لكن ارجع للسؤال الاخت اللي ذكرت، التغيير لا يشمل التغيير المنهجي، لا يشمل اغير في البيانات والعب فيها من لا، التغيير ممكن يقول لك المقدمة والجدول البحثي المشكلة حطها في سكشن واحد، النتائج والتفسير حطها في سكشن واحد، تجيك مجلة ثانية تقول لك لا، النتائج لوحدها والتفسير لوحده. فهي عملية تنظيمية، ليست عملية جوهرية، يعني في ما يتعلق بالتغيير. أنا بفتح الدرس الآن عشان أبدأ تشاركوني. واحدة من الأشياء اللي ترجع، يمكن المجلة ما ترد عليك، وأنا أقول معاهم حق لا يردون عليك. لماذا؟ لأنك ترسل بحث أو ترسلين بحث وأنت ما طلعتي على الضوابط والشروط، فيقوم تقول مجلة تقول هذا ما عنده اهتمام، ما دام ما دخل موقعي ولا أعرف من أنا، فلذلك ما راح أهتم، ما راح أرد عليه، أرفضه خلاص. فأول خطوات أنك ترجع للشروط، بل في الإيميل التعريفي تكتب أنه أنا الباحث فلان بن فلان من جامعة كذا، وقد يشرفني أن أعرض بحثي لدى مجلتكم الموقرة، وقد اطلعت على ضوابطها كما اطلعت على المعيار، وهي من ضمن المجلات التي تعترف بها جامعتي. إذا بهذه الحالة تكون أنت أعطيتهم إمباكت، وأعطيتهم تصور أنك أنت مهتم بمجلتهم. أنك أنت شوف برضو الأخوان اللي سألوا كم صفحة، ما راح أذكركم، بعض المجلات تقول لك 20، بعض المجلات تقول 30، بعض المجلات تقول أرسل كل بحثك. أنا ارجعوا للضوابط الشروط. وين أجد الضوابط الشروط؟ على موقع الجامعة، على موقع المجلة، على موقع المجلة. كل مجلة تدخل فيها لما تحصلها بالإنجليزي أو مكتوب بالعربي الضوابط والشروط والكرايتيريا فور بوبليكيشن. طيب خلونا ناخذ الخطوات. طبعا أشكر الجميع اللي شاركوا، المشاركات جيدة. الأخت الدكتورة سارة تقول اختيار المجلة المناسبة لاطلاع شروط النشر وضوابطه، الاطلاع على بحوث أخرى نشرتها المجلة، وهذه أنصح بها قبل ما تختاره. إرسال البحث، انتظار نتيجة التحكيم، التعديل حسب ملاحظات المحكمين. هذه أيضا من الضوابط التي ذكرت. هل يخالف يا دكتور نشر رسالة في ماجستير قبل المناقشة نظام الدراسة في الجامعة السعودية بدون الرجوع لها؟ أنا أقول تأكدوا من لائحة في دول الابتعاث. أنا مثلا نشرت قبل ما أناقش، وما كان في أي مشكلة، بالعكس كانت داعمة لي ومعزة لي. طيب خلونا الآن نستعرض الخطوات الموجودة لكم. الخطوات أمامكم موجودة. أول شيء اختيار المجلة، وهذا الاختيار ذكرنا، أرجع مرة ثانية للشريحة الأولى، قلنا ثلاثة محددات: اختيار حسب مجالي، واختيار حسب التحكيم أنها تكون مجلة محكمة، وثلاثة تكون من المجلات ذات معامل التأثير العالي أو معامل الاقتباس العالي. هذه ضوابط اختيار الأول. اختيار البحث،
اختيار البحث طبعا كلنا لدينا أبحاث، بعدين اختيار المجلة في ضوء ما ذكرت لكم، ثم تبدأ تعدل بحثك قبل ما ترسل في ضوء الشروط للمجلة، وهذه خطوة الذي يتعدى هذه الخطوة في الغالب يأتيه الرفض غير مبرر. الذي يتعدى الخطوة الثالثة في الغالب يأتيه رفض غير مبرر. لماذا؟ لأنه ما اهتم، أنا كمجلة الباحث هذا ما اهتم، ولذلك أنا ما أعيره اهتمام في هذا المجال. يبقى اختيار البحث، بعدين اختيار المجلة، وأعدل في ضوء كلمة اختيار البحث، هل هو بحث، هل هو ورقة، هل هو رسالة، هل هو مقال، هل هو دراسة، بعدين اختار المجلة وعدل ما تم إنتاجه مني أو الإنتاج اللي أنا أنتجته في ضوء هذه الشروط، ثم أرسل ثم أعدل في ضوء ما يرسل، أعدل في ضوء ما يرسل لي. طيب دكتور أنا ما أنا مقتنع في التعديلات، أنا أقول عدل في ضوء ما يرسل أو برر. أنا أعرف يعني ممكن في مجلات إذا بررت أنه لا ما تعدل لهذا التبرير تقبل منك، وتعرف أنك باحث لديك تبرير علمي، لكن لابد أن يكون التبرير علمي لديك، لابد أن يكون التبرير علمي لديك. يبقى أرسل وأعدل في ضوء، ثم أرسل مرة ثانية، ثم يأتي القبول النهائي، يأتي القبول النهائي. للأسف أنا أقول بعد القبول لا تقف. أنا اطلعت على أحد الباحثين، والله أني كنت حافظ اسمه، لكن للأسف أنا التجربة هذه ما قمت بها، لكن هو قام بها وكتب أهدي بحثي لدرجة الماجستير لوالدتي الله يغفر لها ويرحمها ولوالدي. أنا أشوف هذا من أجمل شيء. أنا أقول بعد ما تقبل بحثك وينشر، أنشره في شبكات التواصل الاجتماعي، في الأكاديمية، في موقع اسمه أكاديمية، أو في الريسيرش جيت، أو في الريسيرش جيت، هذا مواقع تنشر فيها أبحاثك، مواقع مفتوحة ومجانا، يعني ما يأخذ منك مقابل. أنا أقول أنشر فيها أفضل حتى يحظى بحثك بقبول، ويكون في سيتيشن أكثر، وأيضا تحظى بنشر أوسع لبحثك، وتكون من الناس المشهورين في البحث. تسويق البحوث العلمية ذاتيا، أحسن دكتور أحمد، نعم هذه من الأشياء أنا أسعى إلا أنا أسوق أبحاثي أكثر من جامعة تسوق لي أنا. طيب كم نسبة القبول؟ وهل إذا قبل بحثي معناته إني أنا باحث مميز؟ وهل إذا لم يقبل بحثي إني أنا باحث غير مميز؟ أنا أقول هناك باحثون حصلوا على جوائز نوبل قد لم ينشر بحث واحد، يعني نشر وجاء رفض. وهناك باحثين طلبة ماجستير من أول مرة قبلوا، وهناك دكاترة من أول مرة قبلوا، وهناك دكاترة من 6 مرات لم يقبل. لكن في كل الأحوال اللي ذكرتها لا يعني مرحلة النهاية أو مرحلة المطاف، بالعكس أنا أقول إذا لقيت لي مجلة تصدق معي ورجعت لي البحث أكثر من مرة فأنا أستفيد، والمجلة هذه قوية وتحكيمها عالي وتخدمي سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى بحثي إذا أنا بنشره، أو على مستوى ماجستير والدكتوراه إذا كان هذا البحث مستل من هذه الرسالة أو من هذا البحث. هذه خطوات البحث. أنا أقول لا تقلق في مسألة التأخير، لا تقلق في مسألة الرفض، وأنا أقول الرفض اللي يأتي من أول مرة غالبا، ركزوا معايا، الرفض هذه لو كتبتم في جوجل ما هي أسباب الرفض الأول مرة سواء بالإنجليزي أو بالعربي تطلع لكم الأسباب، لكن خذوها مني الآن. الرفض الذي يأتي من أول مرة بسببين اثنين يقول لك رفض بدون تبرير. السبب الأول أنك أنت نشرت في المجلة، اخترت المجلة الخطأ، ويقول لك رفض، بس ما عنده استعداد، من كثرة ما عنده استعداد يقرأ، أو ما عنده استعداد أنه يرد لك حتى سطرين. هذا واحد. اثنين، من أسباب الرفض أيضا كذلك أنك ما اطلعت أو ما اطلعت على الشروط، وهذه مهمة جدا. أنا أقول اطلع على الشروط، قراءتك للشروط معناته تلتزم بالضوابط، معناته راح تخفف 50% من الملاحظات الشكلية، سواء في الشكل أو في الضبط أو في المعايير أو في عدد الصفحات أو في عدد الكلمات أو في الأشكال كيف توظفها أو في الهوامش كيف توظفها.
إذا راعيت الضوابط الشروط أنت تستفيد من 50%، وتعطي انطباع أن أنك أنت مهتم بالمجلة وتفتخر بالنشر في المجلة. أيضا من الأشياء اللي تهم أنك تدخل في مثل ما قلت في المحركات اللي ذكرتها سابقا، وتطلع على الإمباكت فاكتور حق المجلة، وتطلع على نسبة الرد، كم يأخذ الرد، يأخذ شهر شهرين ثلاثة أربعة. طبعا كثرتها لا تعني أن المجلة بطيئة آسف أو غير أو جيدة، وقلتها اللي بأسبوعين ترد عليك أو بعد شهر لا يعني أنها غير جيدة، هي جيدة، لكن الأهم أنها تكون ذات معيار إمباكت فاكتور عالي. طيب ماذا بعد الإرسال؟ ماذا بعد الإرسال؟ هنا في همزة، ماذا بعد الإرسال؟ أرسلنا المجلة، إيش تتوقعون أنواع الردود التي تأتي دائما لنا؟ ما هي أنواع الردود؟ اللي جرب ممكن تكتبونها لنا، اللي جرب ممكن تكتبون الردود التي تأتي من المجلات. رفض، تعديل، رفض مع التعديل، مقبول مع بعض التعديلات، تم القبول، إجراء تعديلات، قبول، رفض، أبقى خلاص شابهنا، رجكت، قبول بصورة الحالية، أحسنت أو أحسنتي، القبول النهائي. لكن طبعا بعطيكم هذه، يقبل بدون تعديلات، يقبل بتعديلات يرفض. ترونك أنا يعني هذه مقلوبة، الشكل هذا لسبب، الشكل مقلوب لسبب، ترون هذا ما هو المعدل الطبيعي، هذا ما هو المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي يرفض دائما يكون في الأول أكثر شيء يرفض. وأنا أقول لكم السبب ليس لصعوبة البحث وليس لصعوبة المعايير، وإنما بسبب، اسمحوا لي أقول كلمة هذه، إهمال الباحث في عدم قراءة الضوابط والتزام بها، بس ببساطة جدا. يبقى يرفض أو يقبل بتعديلات أو يقبل بدون تعديلات، هذه غالبا تكون الرد الذي يأتي من المجلة أو من المجلات التي ننشر فيها. ممكن تكون لغوي، هذا اللغوي معناته لابد أن تلتزم بالمعايير اللغوية، يمكن يكون اللغة حقتك ضعيفة سواء بالعربي أو بالإنجليزي. بعض الإنجليز أنفسهم يأتيهم رفض لأن اللغة الموجودة غير لغة أكاديمية، وإحنا قدمنا الدورات السابقة كلها مهمة للنشر، سواء المناهج أو المنهجيات أو الفجوة البحثية أو الأطر أو التصاميم أو البيانات أو التحليل، كلها مهمة. قبول بحث المطالب بدفع رسوم التحكيم يتم النشر على ماذا يدل ذلك؟ ما في مشكلة، مطالب بدفع رسوم التحكيم ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. إذا رفض، هل يحق الباحث تقديم البحث لمجلة أخرى؟ نعم، تستطيع أو تستطيعين أن تنشر في أي مجلة أخرى. هل ممكن مجلة ترفض بسبب درجة علمية؟ لا أعلم أن مجلة تشترط أنك منت دكتورة أو منت أستاذ، لا أعلم. هل ننشر أبحاث لم تناقش؟ جاوبناها نعم من أول، الأخوان اللي حضروا جاوبناها من أول. طيب في سؤال قبل ما ننتقل للشريحة اللي بعدها، نحتاج دورة أكثر بشكل تفصيلي، إن شاء الله سيكون في دورة سابقة. أحد المجلات وقالوا المشرف يراسل وليس الطالب، أي إذا كتبت اسم المشرف أو كتبت اسم المشرف معك لابد أنك تأخذ موافقة الطرفين، يكونوا يعني موجودين في الإيميل، تكتب إيميله ويتواصلون معه. هل ممكن ننشر في أكثر من مجلة وقبل القبول من أحدها؟ أنا أعرف نعم، وممكن تنسحب من مجلة، لكن بعض المجلات ما تقبل الانسحاب. لماذا؟ لأن تقول تعبنا في التحكيم لك، ما تقبل الانسحاب، ممكن تحاكمك في ضوءها. عشان كذا أقول اقرأ الضوابط والشروط. هل البحث لابد أن يحمل؟ لا، ممكن يكون بحث لك أنت، ممكن يكون لك والمشرف أو لك أكثر من باحث. أنا رفض لأنني طالبة ماجستير، ما أتوقع إلا إذا كتبت إن الدكتور معاك ودكتورة. سيكون هناك استكمال للدورة إن شاء الله تطبيقي بإذن الله تبارك وتعالى.
لكن الآن الشيء النظري لن نتناوله في الدورة القادمة. الآن في سؤال مهم جدا، كيف أعرف المجلات اللي في تخصصي؟ أنا أقول المكتبة الرقمية، تابعوا المكتبة الرقمية إن شاء الله خلال اليومين القادمة. أنا أوعدكم الآن المكتبة الرقمية خلال اليومين القادمة خلال وسائل التواصل الاجتماعي ستغرد بالمجلات العلمية حسب التخصص، ستغرد المكتبة الرقمية بالمجلات العربية التي لديها والمجلات اللغة الإنجليزية حسب التخصص بإذن الله تبارك. خذ وعد مني الآن خلال اليومين القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. المجلات المزيفة معناتها ما لها معامل التأثير عندها ضعيف، المواقع تكشفها لكم، هذيك مواقع تكشفها. نريد دورات في اللغة الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية العلمية إن شاء الله. المكسب اللي أعرف لديهم مبادرة قدموها وقد تحظى بقبول، تكون باللغة الإنجليزية الدورات القادمة. هل يجب أن يكون منتمي لجهة أكاديمية حتى ينشرون لي؟ لا، ليس شرط. كيفية حصولنا على المجلات العلمية؟ لأن ذلك تعبني واستغرق قرابة أسبوعين بحث. أنا ذكرت لكم أخي ثامر، ذكرت لك الروابط قبل شوي، وذكرت لك المكتبة الرقمية عندنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم واللي بعده يتيح لكم اللي يبغى يعرف. واللي يعرف من أول، المكتبة الرقمية موجود فيها مجلات بدون ما نغرد، موجودة فيها طريقة البحث عن مجلات علمية محكمة ذات تأثير عالي. بعض المجلات تطلب منك إقرار بعدم النشر إلا بعد، وهذا اللي قلت لك أخي محمد، قلت لك تأكدوا من الضوابط اللي تأخذ عليك إقرار، يا أما توافق وتواصل معهم أو تنسحب من أول. عشان كذا قلنا الضوابط مهمة. هل ينشر للغة العربية في المجلات الأجنبية؟ اللي أعرف لا، إلا أنك تترجم أو أنك تترجمين. الحقوق النشر التي تمتلكها المجلة، حقوق النشر واضحة، اقرأوها. بعض المجلات تكتب ان الحقوق الملكية لها، وانا لا اتفق مع هذا الشرط. نقرة نوعية في المكتبة الرقمية، بارك الله فيكم. انا اقول المكتبة الرقمية بدأت بنقلة نوعية وان شاء الله تستمر في هذه النقلة، والقادم اجمل مع الجميع ان شاء الله. كيف اعرف افضل معامل تأثير البواقع التي لديكم ترتب المجلات؟ يا اخوان والله اسئلة جاوبتها من اول، المواقع اللي موجودة ترتب لكم المجلات حسب معامل التأثير. خذ المجلة أو خذ المجلة وأعطيها الجامعة، عرضيها على الجامعة، هل هذه المجلة؟ بعض الجامعات لديها معامل تأثير عالي، ما تقبل حتى لو من معامل تأثير هذه المجلة عالي، تقول لا ما أقبل، خلاص هم لديهم مجلس قسم وقرروا، أو مجلس علمي قرر. متى يتم دفع الرسوم بعد قبول البث؟ بعض المجلات قبل وبعض المجلات بعد. طبعا هذه أنا أقول هل نستطيع النشر؟ جاوبت هذا السؤال في المكتبة الرقمية، قلت سنعمل عليه قادما. دورة المشاركة في الندوات، تابعوا المكتبة الرقمية، اللي يسأل تابعوا المكتبة الرقمية. ما رأيك في نشر مشاريع التخرج مع الطلاب؟ أيوه هذا سؤال مهم جدا 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 جدا، وقبل أن أختم بجاوبه لأن بقي شريحتين تقريبا لنا. أنا أقول انشروا من السنة الأولى، سواء دراسة استطلاعية أو فكرة بحثية أو ورقة علمية أو في منتدى. وأنا أنصح الجامعات إلى تبني مؤتمرات طلابية يديرونها طلاب، مؤتمر طلابي يدير الطلاب بدون أعضاء هيئة التدريس، أعضاء هيئة التدريس فقط يحكمون، أما إدارة المؤتمرات فهي من الطلاب. وأنا أدعو الأندية الطلابية في الجامعات السعودية وهي كثيرة، وأدعو الأنشطة الطلابية. يا أخوان ترى نحتاج أنشطة اجتماعية، ونحتاج أنشطة ثقافية، لكن الأهم نحتاج أنشطة علمية. ينبغي أن نشارك في أنشطة علمية يكون القصد فيها الممارسة وليس النشر. أنا المؤتمر اللي تدير الطلاب، وهذه موجودة في الجامعات، يعني مثلا الملحقيات الثقافية إذا نشرت في مؤتمر طلابي ما يعتد به، هذا صح لأنك أنت تمارس فقط تتمرن الآن، لكن إذا تنشر في مجلة علمية محكمة يقبل بحثك. فأنا أقول توكلوا على الله عز وجل، قدموا لجامعاتكم، اجتمعوا أنتم خمسة باحثين، روحوا الجامعة قولوا أنه بنقيم مؤتمر في التخصص في مجالنا، والله أنا أشوف أنه أفضل لكم، وإن شاء الله أنكم تحققوا فيه فوائد. وأنا أقول مكتب الرقمي ستعمل إن شاء الله مع الجامعات بهذا الخصوص، وستتبنى المبادرات اللي تدعم البحث العلمي، تدعم النشر، لأنه المكتبة الرقمية هي مصادر معلومات
ينبغي أن تستثمر في مجال البحث. طيب عرفنا ماذا بعد ماذا بعد طيب عرفنا لماذا ننشر. طيب ما هي حوافز التميز في النشر العلمي؟ حوافز التميز في النشر العلمي، أول حافز هو الحافز من الله عز وجل، حافز من الله عز وجل أنك تمارس نقل المعرفة الإنسانية، وهذا نهر جاري لك أنت، نهر جاري لك أنت كباحث ولوالديك ولكل من له حق ولمن تنوي له بالبحث حقك أنت. هذا أول حافز. إلا أن الجامعات والملحقيات تعطي حوافز، أتمنى منكم الانتباه لها. وأنا أقول لكم الآن، للأسف بعض الزملاء لا يعرفون من الجامعات إلا الدراسة فقط، خلونا نصارحكم معليش، ولا يعرفون من مؤسسات البحث العلمي إلا أسمائها، ولا يعرفون من المراكز البحثية إلا أسمائها. لا، ركزوا، الجامعات تعطي أبحاث مدعومة، الجامعات تساعدكم في النشر، الجامعات لو ترجعون للوائح تعطيكم لحضور المؤتمرات مكافآت مالية، حرام عليكم تضيعونها، تدفع لكم التذاكر، تدفع لكم السفر. بس أنتم إلا كل الجامعات، الأخ عبد الله يقول إلا كل الجامعات تعطي، وأنا أعرف اللائحة تماما، كل الجامعات تعطي والملحقيات تعطي. مدينة الملك عبد العزيز كيف نتقدم؟ والله لا يمكن يجاوب أخت سمر، روحوا الجامعة ابحثوا في محركات البحث. مدينة الملك عبد العزيز اليوم تشرفت أن حضرت فيها مبادرة، وأنا أدعوكم إلى الاهتمام بهذه المبادرة. المبادرة اسمها، أحد يعرف اسم المبادرة اللي في المدينة الرقمية اللي في مدينة الملك عبد العزيز؟ أحد بيكتبها أنا في البردشة معين. طيب إيش المقصود بها سارة؟ معين ممتاز. لا ما هي بادر، غير بادر، أحسنتم. معين هي خدمة للباحثين وممتاز، وإثراء موجودة عنده مبادرة. شكرا لكل الزملاء الذين بادروا، شبكة لم نتحدث فيها اليوم أطلقوا مبادرة هي من المبادرات الرائدة التي تحقق رؤية 2030. شكرا للملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، شكرا لمدينة الملك عبد العزيز للبحوث للعلوم التقنية، شكرا لمن يصنع مساهمة تساعد الباحثين في بناء مجتمع معرفة واقتصاد معرفة، ويا كثر المبادرات التي لدينا. مدينة الملك عبد العزيز تدعم، لديهم أبحاث يدعمونها ب500,000 ريال. تعرفون 500,000 ريال؟ أنا أقول حرام تضيع عليكم. مكتب التربية العربي، هذا المكتب كل دول الخليج مشتركة فيه، أنا أقول تابعوا مركزهم، تابعوا لهم حساب في تويتر، تابعوا مدينة الملك عبد العزيز. مكتب التربية العربي أعرف لديهم الآن مبادرة قيمتها 200,000 ريال، وكلنا نستطيع أن نشارك فيه. الماجستير فقط 75، لن أتحدث. جامعة أخ محمد يقول جامعة جازان دعمت بحثي، شكرا لجامعة جازان، وشكرا لك أنت لأنك استثمرت في جامعة جازان ما يخدم الوطن. مكتب، طيب شكرا لكم كثيرا. أعرف أن الدورة هذه ليست شاملة لكل يعني ما يتعلق، اسم المكتب مكتب التربية العربي، لم تشمل كل ما يتعلق بالنشر العلمي، لكن أحسب أننا تناولنا بعض الجوانب، بعض المواقع، بعض الاهتمامات التي لها علاقة بالنشر العلمي، سواء طالب الدراسة العليا أو طالب الدكتوراه أو طالب الماجستير. سأكون موجود معكم خلال الوقت القادم للإجابة على أسئلتكم، أتمنى منكم فقط كتابة الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي، وأن يحفظ قادته، وأن يزيدنا أمنا واستقرارا ونماء واطمئنانا، وأن نكون إن شاء الله في مصاف الدول، ونحن كذلك، ونستطيع ونستاهل أن نكون في المقدمة دائما، ومن معه مثلكم من الباحثين والباحثات إن شاء الله أن الوطن إلى خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمت في ميزان حسنات والدتي، أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وأن يعلي شأنها، وأن يحفظنا وإياكم والدينا والديكم، وأن يرحم مات منهم، وأن يوفقني وإياكم لهم في الخير. كل الشكر والتقدير للزملاء في مكسب وأبدع،
كل الشكر والتقدير للزملاء في المكتبة الرقمية السعودية، كل الشكر لأعضاء هيئة التدريس ولزملائي طلبة الدرس الطبيعي الذين يحضرون معنا. من لديه سؤال أتمنى يعني أتمنى اللي لديه دعوة وش يكتبها يعني يذكرها في نفسه، وأتمنى إذا في أسئلة. الأخت خالدة تقول أتمنى لا تعطي وجه لمن هو ليس طالب. أستاذها هو أستاذ خالد، أنا لست طالب لكني طالب، عضو هيئة التدريس هو ليس طالب لكنه طالب، كلنا نحتاج إلى أن يعني نبني مع أنفسنا. أتمنى أن تكون رؤيتنا دائما لزملائنا فيها من الـ من الـ من التقدير، وكل زملائنا أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لي هم مشاعل وإضاءات و يعني عطاءات يقدمونها لنا، سواء قدموا قليل أو قدموا كثير. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إذا في أسئلة ممكن تكتب أجيب عليها. شهادة الدورات السابقة أعيد لكم باسم المكتبة الرقمية، الذي سجل فقط، ما هو اللي حضر الرابط اللي نعلن عنه، اللي سجل تسجيل مسبق هذا يأخذ شهادة بشرط أن يحضر كامل الفترة معنا في الموقع، وأن يكون اسمه الثلاثي في الموقع مطابق للاسم الثلاثي المسجل به. وبما أنكم ذكرتم الدورات والشهادات، أنا أتأسف للزملاء والزميلات اللي يسجلون في الدورات ما يحضرون. إن شاء الله الفصل القادم نحاول نتتبع اللي يسجل مرة وما يحضر، ويسجل المرة الثانية وما يحضر، راح معلش اسمحوا لي أقول لكم هذه، راح نسوي له حظر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ما يحضر معنا. لماذا؟ لأنه أخذ مكانه وأخذ حق أحد آخرين دون ما يعني يحضر، و يتسبب في ضياع موقع. تطبيق عملي للدراسة للمراسلة للمجلات إن شاء الله في الدورة القادمة بإذن الله تعالى. كيفية تسجيل الدورة من أول سجلنا وانتهى؟ ما رأيك بخصوص طباعة الرسالة العلمية في كتاب علمي بعد بالورقة؟ هل تكون كذلك؟ أنا الآن أسعى إلى طباعة رسالة الدكتوراه، بالعكس جيدة، وأعرف من الزملاء من طبعها جيدة، توكل على الله عز وجل. هل يسبب نشر بحث؟ طبعا أسئلة كثيرة. هل تأذن لي بنشر هذه المادة بحفظ الحقوق لك؟ نعم انشروها مع دعوات لوالدتي بالأجر والثواب، الله يغفر لها ويرحمها. هل يأخذ الإذن من الجامعة؟ لا، ليس شرطا، إلا من المشرف الذي له اسم معك أو زميل لك. كيف يتم طباعة الرسالة؟ كيف يتم طباعتها؟ بالتواصل مع أحد دور النشر. في محاضرة عن الأبحاث إن شاء الله سنركز اللقاءات القادمة، سنخصص دورات للتخصصات إن شاء الله إن شاء الله. ستكون عندنا مبادرة سيطلق على الأستاذ طلال الجلفان خلال الأيام القريبة القادمة. نشر رسالة تجاريا في المكتبات لا مانع، لا مانع، بشرط أنها تكون يعني تحظى بالخطوات العلمية للنشر، بعدين طبعتها في كتاب تنشرها ما في مشكلة إن شاء الله، ولا مانع أنك تجعل منها صدقة جارية أو وقف. كيف حمل هذه المادة؟ المواد اللي في المكتبة الرقمية ستكون متاحة في موقع المكتبة الرقمية، ودائما نغرد بها عندهم في موقع يوتيوب في المكتبة الرقمية، وينصح بمتابعتهم. هل ستكون هناك في المستقبل مجلة علمية خاصة بالمكتبة؟ أعدكم من الآن أنها أحد المشاريع التي نعمل عليها في المكتبة الرقمية، بل خذوها مني لأنكم أنتم كمستخدمين تهمنا كثير. إن شاء الله سيكون لنا تعاون مع الناشرين في نشر أبحاثكم عن طريق المكتبة الرقمية إن شاء الله إن شاء الله. طيب، نريد دورة في تحكيم البحث إن شاء الله ستكون موجودة. أنا أقول يكتب مقترحات اكتبوها في الاستبانة، الاستبانة بقي لها ثلاث أيام ونقفلها. الاستبانة موجودة على موقع المكتبة الرقمية، ممكن سيد العزيز لا تحطها تنسخها وتحطها لي في الهاشتاج موجود. أتمنى من الجميع المشاركة في استبانة المكتبة الرقمية لتدور خدماتها. إذا أردت النشر لك في باسمي ولا يجيب ذكر اسم المشرف؟ إذا كان اسم المشرف، إذا المشرف قدم شيء لبحثك ينبغي أن تذكر اسمه، أما إذا لم يقدم لا. نعم، إذا الاسم بالإنجليزي وهناك بالعربي يؤثر. وضع رابط الاستبانة الآن أستاذ العز بضعه هنا ويضع أيضا في الهاشتاج. هل يمكن نشر في أكثر من مجلة؟ نعم. متى ستكون التكمل هذه الدورة التطبيقية؟ سيتم الإعلان عنها لاحقا، قد تكون في الفصل الثاني، لأن نعرف الأسبوع هذا سنختم برنامج إدارات
واعرف ان امامكم اختبارات، اسال الله عز وجل ان يوفقكم جميعا في اختباراتكم القادمه وفي تسليم ابحاثكم، ونبارك لمن سلم بحثه، ونعين ونساعد وندعو الله عز وجل لمن يعمل في بحثه حاليا ان الله يوفقه ويسدده. كما يعني نذكركم بدعوه مولاي خادم الحرمين الشريفين لصلاة الاستسقاء يوم الغد، نسأل الله عز وجل أن يمن على بلادنا بالخيرات والأمطار والخير الوفير، ونحن في نعم كثيرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله عز وجل. شاكر لكم مرة أخرى. الواحد والله وده يعني يتحدث معكم كثير، أن اللقاء العلمي دائما هو يثري، وأنا أكثر ناس استفدت من هذا اللقاء اليوم. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.